مساء الخير، بلش. بيقولي انك كنت كتير مشغول. عم نصور؟ بلشنا عم نصور. يلا دغري نحن على الهواء. يلا رح بلش بالانترو تبعي اذا بتسمح لي. خلصت؟ بعتت كل امورك لنقاش القصص؟ روعة. ضيفنا كان سقفه عالي، يقول رأيه ما يخاف ولا يتردد. بعد الخمسين غير شخصيته، صار يعمل حسابات، يمكن صار متبع شعار فكر صح. لا هيدا الشعار بطل يعني. يمكن صار نحنا فينا ونحنا بدنا، ما بعرف شو صار. المهم صار يحكي أقل. ما بعرف هو تعبان، ما بعرف هو زهقان، ما بعرف هو قرفان من الوضع، أو يمكن مقرر يعتزل. اللي بعرفه إنه بالمجهول ما فيك يا غسان ما تحكي، وما فيك ما تقول. غسان الرحباني ابن عائلة فنية لبنانية كبيرة، فنان كبير بينشاف الحال فيه. بس هون جايين نحكي كل شيء خصوصي بهالمرحلة اللي عم نعيشها. مساء الخير غسان الرحباني، واهلا وسهلا بالمجهول. تفضل يا رودولف، الضيف استوى وصارت الطبخة جاهزة. الفنان الكبير غسان الرحباني، اهلا وسهلا فيك بالمجهول. تفضل. كيفك رودولف؟ تمام صباح. غسان رحباني، اهلا وسهلا فيك عبر ال بي سي اي وبالمجهول. بعد سنتين غياب عني عم نرجع نعمل حلقه انا وياك اليوم. كيفك؟ منيح تمام. خلص بلبنان تتعود تكون منيح. في شيء تغير من سنتين لليوم؟ يعني اللي بضل يتشكى يعني مش عم بيكون طبيعي بقى بلبنان. لازم يعرف انه في يعني في اتيتود معينه انت بتعيشها بلبنان بدك تضلك مرتاح. بدك تطفي كم شغله. كم شغله طفيت؟ بدك يعني انا بقول يعني مثلا بيقولوا لي اصحابي عايشين برا، ليك غسان شو قولك بنرجع؟ بقول له ليك بدك ترجع وما بدك تنق. اذا بدك تضلك تقول لي ليك انا البلد اللي عايش فيه مثلا ليك وليك انت وليك، اذا بدك تضلك تقارن ما ترجع. بس هون تنبسط اذا بتركب راس حمار، ما بقى تحارب الفساد، ما بقى تشارع على الجوار بالطرقات، ما بتشارع على الكهرباء، وما بتحضر تلفزيون أخبار. إذا فيك تعمل هوا بتعيش مبسوط. بدك تعمل اللي أنت عم تقوله، أو مثل ما قال المجهول بدك تعمل حسابات، بدك تعمل حسابات يعني فراعي شعور فلان وفلان وما تلتقي بفلان وما تقعد مع فلان حتى ما تتخانق معه، كل هوا ما قلتهم لأصحابك؟ لا لا. إذا أنت بتحب الطيار خفف تقعد مع جماعة القوات، وإذا أنت بتحب القوات خفف تقعد مع جماعة الطيار. يعني لا انا ما كنت عم فكر بهالمستوى ابدا سياسي. يعني انا لما يجي حدا على لبنان اكيد اصلا هو بعيد عن السياسه، بيكون ما جاي تحكي سياسي لان اللي برا قرفان. ماشي بيجي عم بيقول لك تعيش بلبنان. انا بالنسبه لي كسياسي اكيد هو لازم يكون ما عم يحكي. انا ما بقى تحكي سياسي يعني هذا ليمودي صار اكيد هذه بتعبك. وانا ما عم بقول لك مش قضيه تحسب حسابات، هي اكثر ما هي انه لما تكبر بتصير تفكر باولادك. يعني مش كرمال حدا ما يزعل، لا كرمال اولادي يكونوا مرتاحين. انا هيك بس بفكر. ما بفكر هذا يزعل يزعل ما في رأي. غيال سياساتك غسان انت؟ غيال سياسة يعني بعرف انا غسان الثورجي، غسان اللي صوته عالي، اللي بيحكي بلسان الناس، اللي بدور براسه بيقوله. اليوم عم شوف غسان جديد، عم شوف غسان رايق بيحسب الكلمه قبل ما يقولها، بحط ورقه وقلم وبيكتب شو لازم يقول شو لا. يمكن الحكي صار بيأذي هلا او مش بس هيك. انت الثورجي فيك تكون ثورجي بس مش مع حدا بالسياسه. ثورجي للبنان، للبنان ثورجي يعني. لا مش يعني دائما صارت سنه 2000 من ايام سنه 2000 وعملت صارت سنه 2000 لليوم حتى باغانيك ثورجي. حتى مش يعني ثورجي بتنزل على الساحه، ثورجي يعني الوضع ما عمل لك. فهمت عليك. انا فيني اكون ثورجي بس ما فيني اكون فيني ما اكون مع فئه سياسيه. ثورجي للبنان ورح ضل. لا انا ما وقفت رح ضل. هيدي ما فيك، هيدي شعله فيك ما بتنطفي. انت نوعك هيك، هذا نوع انسان يعني اذا عم بيتصنع في حل عنا، بس اذا ما عم تتصنع ما بتحل عنك هي. ليش كل الناس بس عم بحكي قدام شباب عم بيقولوا غسان رحباني؟ دغري قالوا غسان رحباني شو انتمائاته السياسيه؟ انه ليه بحبوا يعرفوا؟ كلهم بيعرفوا خلصنا، كلهم يعرفوا كنت شو صرت وما بقى بدي
ما ليك اليوم انت شوف هلا انت بتعرف انت بتعرف انا بعرف انا بعرف حالك ما بتعرف بعرف لا لا انا بعرف كل الناس بيعرف ناس اليوم انا شو شو كنت وشو هلا لا لا اليوم الناس بتسال وبتهتم لانه نهار بيشوفوك مع رئيس الدائره الصحفيه بالقوات اللبنانيه نهار تاني بيشوفوك مع حالا تاني بالطيران نهار تاني بيشوفوك مع المرضى يعني بحسك انه رفقه مع كل الناس مش حلو هيك هيك احسن طيب معود كلهم اصحابي ولبنانيه هلا قد ما بقعد انا معهم جرب بدون ما اكون انديركت بطريقه انديركت انه ببسط الامور اذا بقدر كصديق بس هن يمكن اذا عنده واحد حساباته مع دول من برا ما بقدر اثر بشيء عليه ما فيك تغير اذا عندهم اجنده ببين لي انه هو فهمان الوضع بس ما بده ينفذ الاجنده بس انا بجرب انه على القليله كل هالاصدقاء بلبنان اللي بعرفهم من انا وصغير مثلا سليمان بيك كان معي بالاتيني قبل ما تصير المجزره اسال بدي اسالك سؤال انت بتحبه انت سياسته مع سوريا او لا هيدا الزلمه عامل شيء جريمه مع حدا قتل حدا لا يعني تلفن لحدا من جماعته روحه عم يقتلوا حدا لا طيب ليش انه اذا كان شو ماضي غلط فيه شو بدي اذا كانت عندك مأخذ على بيه وعلى جده تريك شو اللي يون مثل سامي جميل شو بدي انا ببيه وجده سامي جميل عامل شيء غلط سامي جميل ما عمل شيء غلط صح اوكي هو شو عامل شيء غلط ما عامل شيء غلط أوكي. لكن في يكون نظيف وقائد جيش بيستاهل يكون رئيس جمهوريه يعني وقائد جيش كمان كمان قائد جيش بس قصدي انا اقول بس اميل لحود وصل وميشيل سليمان وميشيل عون ثلاث عهود وصلوا قائد جيش وصل على رئيس الجمهورية وشفنا انه ما كان في نتيجه هاي النتيجه هي نتيجه ناطر انت لو سوبرمان اجى على لبنان ما صرنا قايلينها 100 مره يعني مشكله بالبلد مش بالكرسي أكيد. مش بالشخص اللي مش قاعد. بالبلد مشكله بالقوة الاقليميه والعالميه ليش انت لك سألت سؤال خليني اسخف لك الموضوع تبع لبنان ايمانويل ماكرون رئيس دوله فرنسا هي عظمى تنعم الدول العظمى ليش حر هو ليش فكرك هو هلا هو او المانيا اعتبر مثلا او ايطاليا هن حابين يفوتوا مع اوكرانيا ضد بوتين ولا هيدا راي مفروض من الناتو من امريكا عليهم يمكن ما يمكن بدهم يمكن ما بدهم بس ما بيقدروا يقولوا لا وما بيقدروا ما يدفعوا لمصاري لاوكرانيا من ضغط من امريكا لكن اذا هودي البلاد الكبيره يا رودول مش احرار كيف راي الجمهوريه قد ما كان تحبه انت قد ما كان قائد يعني الشيخ بشير الله يرحمه ليش انقتل لانه هيدا الزلمه يمكن ما يمشي بالمنيو تبع اللعبه العالميه ففضلوا يقتلوه اللي جابوه واللي ضده واللي معه اكثر يعني لانه يعني مين ما اجى اليوم رئيس جمهوريه مين ما اجى سليمان فرنجي غسان الرحباني بدهم يعملوا نفس الشيء لانه بيزيحوه من الطريق روني معوض كمان صار معه نفس الشيء طلبوا منه انه فوت عمول هيك عمول هيك انه لا انا ما بدي فوت على المنطقه الشرقيه اللي فيها الجيش وكذا ما خلوه يكفي ما في بدك تعمل بشع الدنيا شو بدك تعمل ليك سؤال الموت فيك تحارب الموت لا نحن كانه واحد فايت على ما في حارب الموت بالكرسي ما في حرف فيه يا انت بتعمل هيك وبتصير ساعتها متبل بتصير يقول الناس عنك لك لك ما عنده قرارات طيب سؤال هي اول مره بيكون معي ضيف عنده هيدا الراي اللي عم تقوله طيب طالما نحن مش طالع بايدنا نعمل شيء ولا 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 قادرين نغير فينا اتشك ليش زعلانين من الرئيس عون زعلانين من الرئيس عون من عهد الرئيس عون انه ما ضبط طالما نحن انه ما في عندنا قرار بايدنا ما لازم نزعل منه اكيد لازم نقدر السيتويشن اللي هو فيه انه هو مش طالب ايده نسألك سؤال اذا انت مفكر انه مثلا نحسب جنرال عون رئيس الجمهوريه ما زبط لك لك كيف ديسبسيون 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 طيب بدي اسالك سؤال فكرك انت اذا انا طلعت يلي بيقولوا الناس مثلا لك هذا غسان ثوره بيقول نظيف بيقول كلمته ليش فكرك رح اقدر نفذ افكاري؟ لا لو اجى الحكيم سمير جعجع رح يقدر ينفذ افكاره؟ لا لكن ليه انا عم اقول لك لحظه ما حدا معلقين بالكرسي ما حدا يخبرني التاريخ انا زلمه بلبنان انا بخبر التاريخ وانا بعرف شو في ورا وشو في بالكواليس ما حدا يقول لي لا ما معك بلا معي خبر مشان هيك ما لازم نزعل من حدا واذا انت مفكر انه لا لو بيجي انا محله بفرجيك شو بعمل ما فيك تفرجيني شيء ما فيك تعمل شيء بتفكر جاي تعمل شيء ليه الموارنه اليوم معلقين بكرسي الرئاسه وانا اذا بطلت كرسي الرئاسه الكرسي بعبدها للموارنه اخترب البلد يا زلمة لما يكون رئيس جمهورية موجود بيصير يقولوا ما عنده صلاحيات وبلا ما يعمل شيء أصلاً طائف لغيره صلاحياته وما بيأثر ما بيأثر على شيء هو رئيس الوزراء بيأثر رئيس مجلس النواب بيأثر هو بلا طعم تك 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 كل هودي طب يا خيي بما أنه هالقد ما بيأثر لشو هلأ عم تطلبوا كتير أنه يكون رئيس جمهورية بما أنه مش يعني إذا مش موجود بيقولوا لازم يجي وإذا إجا بيقولوا مش ضروري يجي مش ما له تأثير خيرتونا خي بيمشي البلد بدونه بيقول لك لا بس هو بيمضي على الموظفين الدولة طب انتوا هلا عم تقولوا لما كان
ما هالقد بيأثر. طب عشو هلا راكدين كلهم؟ انا بدي رئيس جمهوريه. ما حصلنا سنتين اكثر من سنتين ما عندنا رئيس. انا بدي رئيس جمهوريه بس عم بقول ليش من وقت شيء عنده غيب بيقولوا لا البلد ما بيمشي بلا رئيس، ولما يكون بيقولوا بيمشي بلا. حيرتونا شو يعني شو بدكم؟ وقت اللي كان لانه حملوه كل شيء، كل المشاكل الكون حملوه للرئيس. بدكم شو؟ بدكم تبحشوا ولا بدكم تبحشوا؟ طيب زعلان من رئيس عون؟ انا مش زعلان من حدا. رئيس سابق. انا مش زعلان من حدا، رح اقول لك شغله ترتاح. كل فريق بلبنان سياسي في محل معه حق ومحل غلطان، ما حدا معه حق على الاخر وما حدا غلطان للاخر، هيدي اكتشفتها مع الوقت انا. بس هو رئيس عون كرئيس عون كهو كشخص انت وياه كيف اليوم؟ انا ما عم بحكي مع حدا، مش بس هو ولا حدا ما بقرب. رضاف مع العمر كمان انت بتعرف ليش بيصير عندي شغل انا؟ انت هلا انت بذاتك عارف انه انا هلا افتتحت البرلمان. صح. طيب شو معناتها يعني؟ بتعرف ليش اشتغلت تفتح؟ بتعرف ليش اشتغلت انا حتى بدي عم بشتغل لحتى تضل فرع دبي ماشي وطرابلس ماشي والسودوكو ماشي بدون ولا غلطه بالمناهج ولا استاذ يتساءل على التلاميذ لانه هن جايين لعنا بباك جراوند انه نحن جايين عند الناس اللي بتفهم. يعني لو انا ماني معروف عملت مدرسه موسيقى ما بخاف قد هلا بس اسم الياسر رحماني جايين ناطرين شيء لما بده يظهروا من عندي بده يقولوا والله ناطرين وشفنا هالشيء هيدا بتعبني انه حافظ على الارث وعلى الطريقه كيف بحكي مع الناس. طب هيدا اخذ من وقتي كل النهار كيف بدي اطلع على تزور سياسيين؟ بس طلعت عن سليمان بيك، طلعت عن جوزيف عون هلا ليت وانت رئيس عون رئيس ميشيل عون جارك بقول لك ليش يعني تطلع ماشي لعنده دقيقه بدك بقول لك ليش طلعت مش مثل مزبوط انا هلا عندك فكره انه عملوا ثالث رحابنا جزيرة وثائقية دوكيومنتير عم بيت طوله ساعة ونص. ايه هيدا الدوكيومنتير هلا هلا بده ينبث على الجزيرة الوثائقية. قبل ما ينبث جابوه روتو فيلمز على لبنان اللي هن عاملينه برودكشن برموا فيه بلبنان. اوكي. برموا فيه بطرابلس يعني انا بدي اكون بالرابطة الثقافية رجعوا عملوه بزحلة بالبلدية انا بدي اكون عايد ما اكون انا وعائلتي ومرتي وولادي وعملوه بصغرتا باتوليه سميح زعتر يلي هن اصدقائه بدك تكون لما صرت بصغرتا قلت يعني رحت عنده مش رايح خصوصي ما بدي احكي مع الجنرال بدي احكي مع سليمان الفرنجي لا ولما رحت عند قائد الجيش رحت عند قائد الجيش هي قصدت لانه اخي قائد الجيش دائما بيقولوا لك بيقولوا لي انه بتعرفه ما بتعرفه ليه ما بتعرف ليه ما بتعرف ليه انت بتعرف عليه شو قلت له؟ حكينا كثير قصص وحملته سألته عن النازحين السوريين شو رأيه بالحل؟ شو قال لك؟ صعب الحل أول شيء كان صعب وقال لي في مجهول يعني نحن مشكلة رودولف إنه نحن بلبنان قد ما صرنا عندنا خبرة بأمور صارت معنا دائما بيجيك شيء جديد ما بتعرف فيه يعني قد ما عندك خبرة بتقول أني هاي مارق علي هاي مارق علي دائما بيعملوا لك شيء مش مارق عليك حتى ما تعرف كيف بدك تحله ما معقول هاي كلام قال لك هي قائد الجيش قبل ما يتم اغتيال باسكال سليمان نحن هلا بالربيع أنا زرته بالصيفية طيب شو رايك باللي عم بيصير بالشارع من اسبوعين لليوم من وقت ما تم قتل باسكال سليمان مثل ما قالوا انه سوريين وقتلوه واخذوه وسرقوا له سيارة مثل ما قالوا يعني في كثير سيناريوهات عم بيصير في كثير ردود فعل على السوريين عم بيضربون عم بيشحطوهم من مناطق عم بيوقفوهم عن اشغالهم شو رايك غسان؟ في بلبنان حدا يقول انه بعدني ما بعرف ولا كلنا بنعرف؟ لا كلنا بنعرف رح اقول لك انا واضح كون ما عم والله ما عم بخبي كرمال حدا ما عم سير قبل ما يستشهد باسكال كنت بفهم شو عم بيصير من بعد ما استشهد هلا انا صورتي صوره ضبابيه ما عم بفهم شو عم بيصير يعني ما بقدر اقول لك رايي مش عم يعني الاناليز تبعي بعد ما زبطت بعده السكانر عم يبرمس لودينج والله ما عم بفهم هلا ما بعرف الحق عمين ومع حق مع مين وبالمطلق بتقول لي بار ديفو هيدا اللي يكون معه حق بار ديفو بالمطلق ما بعرف انا هلا بقول لك ما بعرف عندي صوره ضبابيه بالنسبه لك لهم حق عناصر القوات طرد السوريين من المناطق اللبنانيه من شغلهم من بيوتهم ما بعرف شو بدي اقول لك عندي صوره ضبابيه ما بعرف اذا اذا لحظه اذا انت عم تنتقم مثل رامبو برات القانون شيء واذا بدك تمشي بترتبيه القانون شيء عندنا قانون؟ القانون موجود انت لا. انت بتؤمن بالقانون اللبناني يعني انت مؤمن فيه وبتعرف مؤمن فيه بدك حقك مؤمن فيه بس مش عم يتنفذ اذا بدنا نحكي عشائريا شو بحس انا شيء واذا بدي احكي انه في بوليس رح يمنعني درك لا ما لك حق الجيش رح يمنعني ما لك حق شيء يا غسان شيء خلينا نحكي الامور مثل ما هي
خلينا نقرر اول شيء انه ما في عندنا دوله وما عندنا قانون وما عندنا وفجاه بتحس في دوله عناس وناس. بدي اسالك سؤال، لا مثلا لما تقول مثلا ما في دوله فجاه بتلاقي تزفت نص الجور، كيف كيف هي صارت؟ ما عاد ما في دوله، كيف في حدا عم يراقبك؟ في حدا طب انه هذا افتراض، لكن في حدا عم يراقبك بتحس يعني ساعه اللي بدهم فيه ساعه اللي بدهم ما فيه. يعني اذا قضيت هيدي قضيت انه السوريين والنازحين اذا بدهم يحطوا ايدهم بيقدروا، اذا بدهم يعملوا قبض باط بيقدروا. يوم هلا اقول لك شغله كفي لك بالمطلق له حق اللبناني يعصب بلا اللي عم بيصير، لانه انا عم بقول لك انا من الناس قد ما عندي اكسبيرينس بلبنان ما كنت عم بلاقي حل كيف بدها تخلص هيدي القصه. قضيه النازحين السوريين ما عم بقدر لليوم بكل تفكيري اذا قعدت وعملت ركول وارتحت وريلاكس وسكرت ما عم بلاقي لها حل، خايف لانه الاوروبيين ما بدهم اياهم يرجعوا، عم يدفعوا لهم مصاري. طيب اذا ضلوا يدفعوا مصاري الا اذا الاوروبيين قرروا ما يدفعوا لهم مصاري، وعم بيقولوا هلا للشبيبه ظهروهم بهالطريقه، اذا في قبض باط ما بعرف يمكن سمعت شو قلت انت رايك سمعت يمكن عالميا بدهم يصير هالشيء وعاملين حالهم زعلانين ما فيك ما قالوا رب السياسه. انت بالنسبه لك مع بقاء السوريين اللاجئين اكيد لا او اعادتهم كلهم الى بلادهم اكيد يرد كلهم بس ما بعرف كيف الطريقه والاسلوب، كل واحد عنده اسلوب. هلا رئيس مجلس الوزراء سمعتني جواب مزبوط اكيد لا بس مش ما بعرف شو الاسلوب في اسلوب. رئيس مجلس الوزراء قال بنهايه الشهر في مفاجاه انه لاقى حل لاعاده النازحين ان شاء الله لبلاده ان شاء الله. شوفت ليه عم تضحك خباطك نكتي شوفت هذيك المره بتذكر انه بس ليك مهضوم كيف قالها عن جد حرام قال شغله قلت له عم تحكي انه عن قرار الحرب بالجنوب كذا 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 اخر شيء يعني هو عارف انه في حزب الله بدق وهي عارف حزب الله بدق واثنين ما عم بيجيبوا سيرته عجبني على كثير طرابلس قال له هلا تعال اقول لك انه انا فكرك القرار عندي والقرار وين؟ انه سخنتيها انه كمان هذا القرار من ورا هالجمله اللي قالها يعني عم تركب معي نفس الفكره انه كانه ان شاء الله يكون بيعرف هالشيء ان شاء الله يكون بيعرف هذا القرار لانه عم تقوله انه في قرار بتمنى الفكره انت ما انت ما بتتمنى كيف بتمنى انتبه حتى النازحين يمكن بيتمنوا يرجعوا على بلادهم يعني بقول لك شغله تروح على بيته وارضه وترابه فسر لي فيك تفسر لي هذا النازح بيقول خايف من النظام طب بيروح بالنهار بيشتغل بسوريا وبيرجع لهون كيف هذا خايف ولا هذا بس عم بيتغنج صار هون مبسوط عم بيقبض لكن مش كلهم خايفين من النظام طيب غسان شو بقى من البلد عودتك يعني شو بقى من لبنان بقى نخوة أهله والمحبة الموجودة والحرارة الموجودة اللي هي أساس شو النفع أو الأساس لا أنت طينتك من وين جاي هذا الأساس هذا المعقول يرجع يظبط لبنان أنت إذا إنسان ممكن يرجع شو الروتس تبعك شو ممكن سزورك. يرجع على لبنان إيه ممكن ممكن يرجع بس بيرجع مثل ما كان يعني قبل التسعين ما تفكر حيصير السويد لا. يعني أنا مثل ما قلت لك هودي اللي بيجوا من برا بدك تركب راس حمار بدك تطنش عن كم شغله بيمشي الحال وانا رح اقول لك شغله فيك تاخذها مزح فيك تاخذها جد انا بالنسبه لي الاوروبيه كلهم الامريكان معطرين اذا عايشين من وقت ما يخلقوا يموتوا ما بيعرفوا شو يعني اللبنه انا اللبنه عندي بالنسبه لي اهم من اني اسافر برا واعيش بطرقات فيها زفت وفيها كهرباء قليل واحد بعيش بموت ما بيعرف شو اللبنه ما بيعرف شو الكنافه ما بيعرف شو معناتها الفلافل انا شو بدي انا هودي بالنسبه لي اللبنه انا بعيش على اللبنه وبدي يا خيي ليك سكيورتي موجوده توافقيه بلبنان يعني اذا الزعماء متفقين في امن اذا تخانقوا فجاه بيعمل لك ما في امن ما في امن اصلي بلبنان بس قليل واحد عايش ما بيعرف اللبنه انا عن سبيل المزح عن جد معك فرح افكر فيها انا بعيش على لبنه شو فرقه معي اذا رحت على السويد وما في لبنه اخر هم اذا وقعت بجوره لا اقول لك ليش لا اقول لك ليش انا لا صرت معود اعيش انا صرت معود اعيش بلا حقوق انسان صرت معود اعيش بلا امن منه المشكله بقى صار عندي انا انا كانسان بي كبي انا قمه الياس لا لا بدون ما اكون لا قمه الاستسلام والياس انا هالقد وصلنا نحن لمحل انه يا خي عايشين مبسوطين مثل ما نحن على علاتنا مثل ما بقولوا علاتنا مع العلم مع العلم ما في يأس مش يأس انا مع العلم انه نطلع على حيالله بلد بالعالم نمشي على القانون ممنوع تكب ورقه ما بتكب ورقه ممنوع تفتح شباك ما بتفتح ممنوع تمشي ما ممنوع تحكي سياسه ما بتحكي ممنوع تحكي دين ما بتحكي لحظه ليش نمشي. انا ليش انا فكر كون بزت ورقه ليش ما بوقف انا بمشي على الاشاره الحمراء انا عندي عم بقول لك انت نفسيتك اذا انت ادمي ما انك بحاجه لعصا
انا ولا مره، انا بتعرف كل حياتي بحكي عن البيئه والسياسه والفساد، لكن انا ضد الفساد، ضد ان ننزع البيئه، ضد. انا كل حياتي العلكة ما بزتها، ماني بحاجه لقانون واوروبا تمشي، انا بمشي هون على القانون باوروبا على القانون. انا ما بيتغير شيء لي، والانسان الادمي ما فرق معه اذا كان حكم عسكري او حكم مش عسكري، الادمي ما بيخاف من القانون. انا ادمي وانا ما بخاف من القانون، وعلى راس السطح انا ما حدا ادمي قدي. دائما بسكون معي فنانين غسان بحكي انا وياهم سياسه، لانه فن والسياسه بيكملوا بعض يعني. مش مزبوط، في فنانين ما مش وارد تحكي معهم سياسه، كل ثلاث ارباعهم تحكي معهم سياسه، ثلاث ارباعهم، ثلاث ارباعهم مرقوا بالبرنامج، ثلاث ارباعهم نحكي جوابتهم بكلها مسيره على سبيل المواطن يعني، لانه هو مواطن بنفس الوقت بحق له يعطي رايه. فكيف معك وانت اللي مغنى سياسة من بداياتك واللي حامل القضية اللبنانية من زمان كتير وجاي؟ كنا قبل شوي عم نحكي عن سوريا انا وياك، وكنت مش من زمان بدار الاوبرا صح؟ من شي سنة ونص، حفلة كبيرة بياس رحباني، كريم رحباني، كانت حفلة سوبر ناجحة. بس تسمع اراء بتقول انه ما لازم فنانين يطلعوا سوريا يغنوا، شو بتقول؟ ما قالوا معي، ما حدا قالوا معي، ما قالوا معي، ما حدا قالوا معي. ليه؟ انا هيدا شغلي حر، ما حدا له معي. انا هون ملك بسوريا، ملك وبالسعوديه ملك. انا رحت، ليش ما بشوف انا رحت على السعوديه هيئه الترفيه حبيب كرم ياسر رحباني؟ تعال هيدول الفئه بيقولوا انه هيدول انه النظام السوري عم بيستقطب الفنانين حتى يوحي للناس انه رجعت الحياه الى ما لي علاقه بشيء. انا بده يستقطب ما يستقطب اوكي. انا بالنسبه لي بروح مطرح ما بدي وما عندي قيود وما حدا له معي. بيعطوا رأيهم اوضح من هيك؟ لا بس بيعطوا رأيهم في ليه يعني، بيعطوا رأيهم بس حدا ما حدا له معي. خاصة كيف خاصة بدي اقول لك شيء، خاصة انه في فنانين رفضوا يطلعوا يعني يعني مثل او اعتذروا مثل اسامة وهبة، اعتذروا انه ما فينا نطلع على سوريا على دار الاوبرا نعمل حفلة. طلعت انت عملت حفلة، كل واحد يصطفل. ما عندك مشكلة، بس انه كانوا رايحين ما عاد تزبطت، مش ما بدهم بلا كانوا قبلانين. اعتذروا هن؟ لا اول شيء قبلوا. ايه اول شيء قبلوا اكيد، اعلنوا عنا الحفله انسان واعتذروا عنا. لكن الانسان بده يعرف حلو، الانسان ادلت بيكون منه ولد. يا بتقبل يا ما بتقبل. مزبوط، يعني انا ما فيني مثلا نكون مثلا روح على فورم عندي حفله فجاه انه الشباب ما بدي. يعني انا بحترم كل واحد شو بفكر، بس انا حر فكر مثل ما بدي وما حدا له معي. جوابتك من خمس دقائق خلص كان. بس مش يمكن، مش يمكن تحط تحت الضغط، مش يمكن تحطوا تحت الضغط انه ما تطلعوا، ما لازم تطلعوا هيك. يعني اعتذروا عن ما بعرف. يعني ضغط شعبي على ما بعرف، ما اجاك ما بعرف شو السبب. لا لا ما بعرف شو السبب، بس بعرف انه في نيه كان كلهم يطلعوا. ليك بدي لك شغله، في فتره لما رئيس عون راح على براد عند المورم شو صاروا ال 14 يقولوا صاروا يقوطوا عليه انه ايه نحن اصلا من فوق، نحن عندنا علاقات، صار كلهم بدهم يروحوا على سوريا. انه تحمسوا كلهم، إيه بس مش هو بس، نحن كمان. عرفت كيف؟ انه لكن ساعة اللي بدهم فيهم كلهم يفوتوا على سوريا اذا بدهم يحكوا يعني. ليك انا ما بقى اصدق شيء انه في انسان ضد الانسان على الاخر، لانه بشوفهم بالمجامع الخاصه بيكونوا على التلفزيون عم بحمسون قوي ضد بعضنا المواطنين، فجاه بيتفقوا مع بعضهم وبيتغدوا مع بعضهم. انا من هودي الامور بلبنان صار عندي اكسبيرينس ما بتمرق علي بقى. امتى بقى نخلص من هول النعرات واذا بدك والاشياء السيئه اللي بتصير بين اللبناني والسوري والسوري واللبناني؟ نحن جيران يعني، نحن في وحده حال بيناتنا، ما في. انا بقول انه شو قصدك؟ يعني نعرات شو؟ يعني امتى ما نخلص غسان طلع غنى بسوريا؟ ما لازم يا غسان طلع تغني بسوريا، هي بلد عدو وبلد صديق، ما انه بلد فيروز من زمان مش 15 سنه كمان بلشوا يحكوها السياسيين لما كانت بدها تعمل سوريا. شو قالوا يا اخي هودي شو بيعلقوا على صباطه سرمياتها لفيروز؟ ما كلهم فاسدين ووسخين ومجرمين. اسكتوا اسكتوا، اشكروا ربكم انه بعدنا عم نسمعكم. انت جاي ترشقها بريشه لفيروز؟ وين بدها تغني حره؟ وينكم انتم؟ وانا حر ما حدا له معي. انا مين ادم يقدم منهم؟ مين السياسيين؟ حدا قال لي انا بشارتك ما في واحد ادمي غير منه مزعبر، هو عارف من جوا ما بيسترجي يحكي، مزعبر بشيء وهالزعبره عم بيشوفها بدماغه على طول حده. يمكن عم بيشوفها كمان، شايفها وبيسكت. ما حدا له عين. مع نضاف ما راح اروح احكي كلام بذيء، مع نضاف يروحوا ياكلوا شغلي من هونيك حلو عنا. نحن نضاف ما حدا له معنا. قليل عم يشوروا على فيروز قرطه مجرمين من زمان. رحت انا وقتها توكلت من قبل فيروز اني انا احكي كون بورت بارول عنا بالاعلام. قلت له شو عم تحكوا انتم؟ شو وين انتم وين هي؟ يا عالمية هي هي فوق الكوكب كله، شو عم تحكي انت؟ طبعا رح اعرض عليك صور، رح ارجع احكي بمواضيع فنيه بعد شوي انا وياك
غسان رح اعرض عليك صور، مجموعة صور، تحت كل صورة في رجعنا بدنا ننقي؟ ايه بدك تختار عنوان من اثنين للصورة. أول صورة الأستاذ نبيه بري، مهندس الدولة أو مخرب الدولة؟ كمان عنده أشياء مضبوطة وأشياء مش مضبوطة، يعني كل إنسان معه حق بمطرح وما معه حق بمطرح. بس ما في شو العنوان بنحطه؟ مهندس الدولة؟ يعني أي كيف تقول؟ ليك انتبه، مهندس الدولة فيكم مش منيح. مش منيح الكلمة كمان. لا المهندس فيها تكون ذو حدين الكلمة. لا صايف ذو حد، في هندسة تنتزع توقع البناية وفي واحد هندسة لا هندسة نحن هون إنه حتى بوزيتيف قصدك؟ إيه طيب ماسك الدولة أو مخرب الدولة؟ مش ولا واحدة من الاثنين. لأنه مهندس أعطينا أعطينا عنوان بيعرف يلعبها. ذكي يعني. إيه ما في شك. رياض سلامة نهاية بطل شجاع أو رأس هرم الخراب؟ اثنينهم اثنينهم مش مضبوطين هودي، أنت عم تجبرني بأشياء أنا عندي غير رأي يعني. أعطينا رأي. قول. المهم نحط عنوان. هو شو بيقولوا كاجلتي. شو هو؟ كاجلتي يعني هو نتيجة شيء مفروض عليه. يعني بريء من مش كل مش هو القرار، مش القرار مش يعني بريء من كل شيء صار بالبلد. التنفيذ تبعه إذا بدك تقول خرب البلد بس مش هو مقرره. فهمت يعني هو مثل رئيس جمهورية يعني هو نفذ مثل منتج منفذ مثل رئيس جمهورية كيف اللي حكينا من شوية ما عنده يعني رأي يقوله بالنهاية عنده أشياء صغيرة مثلا أنا يعني أنا مثلا بدي أقول هالبلدية تسكر بدي تزفتولي هودي اللي رئيس جمهورية بيقدر بس قرار قوي بالبلد أمن كبير مع الإقليميا ما عنده رأي أبدا بعتبر أو يعني لبنان موقعه وين بده يكون إذا من الممانعة أو الأمريكان ما عنده رأي فيها الرئيس أوكي بس هو كمان بعتبره ضحية ضحية كل شيء صار فيها تكون الضحية اللي ضايقت الناس مش ضحية وما ضايقت الناس أوكي. بس مش هو القرار مش عنده القرار روعة أول مرة بسمع هيدا الرأي هو ضايق الناس بالنتيجة بس مش عنده القرار عم تفهموني أوكي. مفروض عليه أوكي صورة جبران باسيل لا تعليق أو دمر إرث ميشيل عون لا تعليق لا تعليق حافظ على إرث لا أنا ما بعرف ما بتعرف ما بعرف كل إنسان قلت لك في مطرح معه حق مطرح غلطان بأي مكان بينتمي لأي نوع سياسي وين بتزقف بتقول له برافو؟ ما بزقف لحدا أنا ما بزقف لحدا بس مش معناتها أنا إذا ما بزقف لحدا يعني بكره ما بزقف لحدا أنا بزقف لبي يعني بتطلع ببي بس أخطأت. وين بتقول له أخطأ؟ ما بعرف ما بتعرف ما بعرف صورة بتعرف ما بدك تحكي مش مشكلة لا ما بعرف والله أردوغان يا لحظة فيني أقول لك إنه ما بسمع سياسي صار لي من 2009 أبدا بس بسمع اللي بيعطوا لي أصحابي فايرل على الواتساب أنا ما عم بقول لك قلت له لصاحبي اللي بده يجي ما تسمع اخبار طب كيف انا بكون عم ناقض حالي؟ اردوغان رجل دوله بمشروع او اصولي بكرافات؟ اصولي بكرافات اصولي بكرافات شكله خسران بتركيا هذا خسر بلديه ما بعرف انا عم بحكيك الباك جراوند صار لي من 20 سنه شو اوكي اوكي بس صوره جديده ما عم بعرف شو عم بصير صوره نتنياهو جزار العصر او لعبة بإيد المشروع الأكبر جزار العصر صغير عليه شو لك؟ شو بنسميه؟ الشيطان، الشيطان الأكبر أضرب يعني كيف يرسموه هذا الأحمر مع قرونه والشاوكي يعني كنت بتمنى كمان ما تنزل صورة هيدا ببرنامج أنا فيه ليه؟ عار عليه، عار هيدا عار ما بدي أطلع فيه حتى طبعاً عار بس موجود واليوم عم بيعمل طفل مجازر بإخواننا سألتني قلت لك شو بوصفه طيب غسان فاصل بعد الفاصل كمان أنا وياك بالفن رح نحكي أوكي يلا بعد البريك عبر ال بي سي متابعين حلقة اليوم من المجهول مع شو بدي سميك ملحن موزع موسيقي مغني كاتب شو أي واحد بقول أنا ساعة اللي بدك فيني يكون المثقف الأكبر بس كلمة المثقف بدي يصير أحكيك غير أتيتيود في إلى تياب في إلى تياب في إلى جلسة في إلى قعدة المثقف أو في ناس إنه بيخلقوا بالثقافة وتعمدوا بالثقافة فأنا مثقف إذا بدك بعيد يصير غير بعد غير صوت
بس فكرت برجع غسان. اني لا انا بدل غسان بدل غسان انا مثقف بدل غسان انا مثقف ليك بدك لعب شعرك شوي اتمنى مثقف فيني خليك ما تفهم ولا كلمه من الحديث عم بعمله عارف كيف يا حبيبي لا ما نفهم اليوم انا كثير مثقف وقت اللي بدي ثقافي ثقافي قد ما بدك لا لا غسان ما بعرف بدك تسميني المثقف سميني بدك مثقف المثقف اي مثقف او فنان المثقف لا انا بفضل الفنان يرجع بدك تحط هون بوشات لا لا يرجع غسان هيداك يرجع غسان هيداك طيب يلا شفت كيف غيرنا لا لا فعلا غسان شو السر انه الفن جمع كل العائله يعني عاصم منصور الياس الله يرحمهم فيروز غادي اسامه غسان ما بدي انسى حدا جاد ما بدي انسى ولا كلهم يعني كلهم شو بتعمل زياد وكل الشباب شو بتعمل يعني. بي مره سالوه هالسؤال قالوا خي طب شو اعتبروهم كل واحد من عائله هالفنانين من غير عائله ضروري مصير عائله فنان 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 شو بتعمل؟ هو الفن جمعكم وفرقكم يعني انا ما عندي مشكله مع حدا اذا بيحلوا عني بالمطلق انا ما انا بحب كل الناس بس انا يعني انا منا قصه بدها كثير شغل يعني انا عرفت انه عم تلمح لي توصلني لشيء انا عم نحكي شو عم بيصير انت انت 25 فراش راسك انا بفهم بس انا عم بقول انه انا من المحيات بدي مشكل بالناقص انا قلت لك قد ما بحب اعيش مع اولادي وامي وهذا الجو وخيي ما بدي شيء من الدنيا ما بدي شيء من حتى عم بقول لك ما بدي نظام 100% بدي لك شغله اللبناني كذاب ما بحب النظام وبحب يزعبر وبحب يرشي وبحب يسكر بالكون بالغلط ويعلي سقف اذا بتعيشوا مثل فنلندا بيموت بيموت بينتحر اليوم حلين عنك كلهم هيئة عايش مرتاح هيئة رايقة الأمور شوي رايقة الأمور ما في مشاكل يعني حلو يفهم واحد لما تحكي 100 مرة غريب ما طلع البوست اللي نزلته مش من كتير زمان يعني شوف ما حتى عم جرب ما هو مش من كتير زمان زبطت الأمور من بعد البوست ليك هيدا بسبتمبر 2023 نزلت هذه الأغاني وآلاف غيرها من كلمات ألحان توزيع العملاق الياس رحباني وليست الأخوين رحباني فاقتضى التوضيح لكل من تخوله نفسه هلا هو في سبب كبير وفي سبب كان وقت صغير اللي خلاني بدي أسأل الكبير والصغير الكبير إنه على طول الناس ما كانت تعرف الياس رحباني شو عامل وكانت تفكروا إنه بس الياس رحباني إيجال فيروز هذا هو البياج عم يوقعوا فيه الناس الياس رحباني الأخوين رحباني إيجال فيروز إيجال فيروز بس الياس رحباني مروحة 180 درجة والحفلات اللي عم نعملهم هي الدليل يعني أنت بتقعد تحضر ياس رحباني بالحفلة بتقوم على الكرسي لما دق لك لفيروز يلي هن أهم أغاني مهمين كلهم بس ثاقبت لسوء الحظ لحسن الحظ منتبهين كانوا مش منتبهين غلطوا معه ما غلطوا معه عطوه إنه يعمل هول الأغاني يلي هي كان الزمن وكان كان أنا طحون صار اسمه سهر الليالي دخل غيتار الوروار ياسنين لحتي رجعي لي طب هود الأغاني يلي من يمكن في شيء 2000 غنية كل قراع أو كل فنان ما بده يعمل حفلة تنقوف تقوم الناس تزقف بده يدق لهود ليه؟ لكن هودي عم بيجيبوا له زقيف سكسي طيب نسي لي فيروز إذا عملنا حفلة ليس رح بيننا هيك عم نحكي أنا وياك كلمين مهرجانات طبعا طيب إذا أنا بدق هول 4-5 أغاني لفيروز وإذا بدق لصباح وعدوني ونطروني وقالوا عني مجنونة ورقصني دخلك يا حبيبي إذا دقيت لملحم بركات 10-11-12 ويا حبيبي دوبني الهوى ولا تهزك بوش التوتي إذا دقيت لما جدا الرومي عم بحلمك يا حلم يا لبنان يمكن ماك عارف وكل شيء عم بيخلص وإذا دقيت لنصر شمس الدين لما شفت عشقتك وإذا ومارق على الطواحين وإذا دقيت إذا غنينا لعايدة شلهوب لو في أنا لو في إنساك إذا دقينا جريت صايغ عضو لهدى بيني وبينك هالليل وعضو القمر إذا غنينا جريت صايغ نطرني على الشباك إذا غنينا لسامي كلارك قومي تنرقص صبية إذا غنينا بوتي برانس كذابي شفتك بعينك إذا غنينا باسكال من قلب الدمار وإذا طب كله استقلالك يا بيروت يعني. طيب شو بيكون الياس رحباني؟ يعني بيكون مروحه كبيره وانت مفكر فيروز لا بعد نسينا وديع الصافي رح اقول لك شو هني يا قمر الدار وقتلوني عيون السود شو رايك؟ افتح الصوره شو رايك فيها؟ من احلى ايام هاي الصوره عاصي الياس ومنصور ليه بقول ليه بقول الاخوين رحباني والياس؟ لانه ليه ما بقول الاخوه رحباني؟ لانه الوالد اصغر منهم هن براند كانوا بعدهم الاخوين رحباني الاخوين رحباني عاصي ومنصور كانوا بمثابه اخواته وبيه هن ربوه وهن اخواته بذات الوقت وهن اشتغلوا اثنينهم بكثير بشراسه تقدروا يوقفوا هالعائله على اجريها يعني كان عندهم الياس والهام وسلوى وناديه وسته
عندك خمس أشخاص بدي يشتغلوا لهم، مش هيك اشتغلوا بوليس، اشتغلوا شو ما كان بالأول. فمنشان هيك هني لما بلشوا بالفن كان بيي بعده بالمدرسة، فعملوا براند اسمه الأخوين رحباني. ومين ما أجا نحن هلأ أنا وجاد أو حيالله أخوي بالعائلة، ما فينا نسمي الأخوين رحباني، هذا لقلهم ملكهم. بس فيهم أون باسون يقولوا هودي الأخوين، بس مش ما فيك تنجي تمضي أنت الأخوين. هذا بحق لي قارن بيناتهم؟ بحق لي قارن بين عاصي ومنصور أو بين منصور والياس أو بين عاصي والياس؟ فيك تقارن أنت عد مفهوماتك أنت، بس مش معناتها قارنت مزبوط. يعني كل واحد حسب ذكاه في قرب، بس مش معناتها قارنت مزبوط. الوالد أنا بنسى، أنا لما أشوفهم بالنسبة لي ثلاثتهم بياتي. اه ثلاثتهم، بس مين موسيقته بتشدك أكثر؟ نسي إنه الياس الوالد. كلهم يا لا في أشياء أنا وينك؟ عم تحكي أشياء لما تحكي الأخوان رحباني في أشياء بتنقلني على عالم على جنة، على عالم تاني رهيب. ولما أسمع بيي كمان بينقلني على عالم تاني. يعني بقول لك شغلة، الأخوان رح أفسر لك إياها تيرتاحوا الناس، الأخوان رحباني هني هرم والياس رحباني هرم. ما فيك تقول هيدا بيكمل هاو، كل واحد هرم حد التاني، وديع الصافي هرم. خلص ما في شيء، أنا يعني كله حلو له عالمه. طيب قديش فخور إنه أنت اليوم حامل اسم الياس الرحباني؟ شفتك بالرياض عم تعمل حفلة لياس الرحباني، شفتك بسوريا عم تعمل، بلبنان ما شفتك، بفرنسا بفرنسا شفتك، بلبنان ليه لا؟ الفرق إنه بهود الدول لما طلبوا مني إنه بدهم يكرموا، ليك كيف صار التكريم؟ لما توفى بأي وقت الكورونا كان يكون في وما حدا قدر يشوف حدا. صح. لما بلشت تروق هالجائحة بالعالم بلش يبين على الوجه مين اللي كان محروق بده يكرم الياس وما قدر. بلشوا يبينوا، أول شيء بينوا بالشام بالأوبرا، الأوركستر الفيلارمونية السيمفونية بإيادة الصديق أندريه معلولة، اللي هو بالسنة 2014 وقت مهرجان جوني وقت كان بي عم يدل الأوركسترا هن اللي إجوا دقوا هون. أوكي. من هون منعرفهم، إجوا عجوني ما كانت الأوركسترا اللبنانية. أوكي. ليه؟ ما رح أقول ليه. لا بدي أعرف ليه. حرام، لأن الأوركسترا اللبنانية صاروا أصحابي هلا عم نشتغل معهم، بس بوقتها ما كانت ضابطة الأمور. مشان هيك أنا قلت لهم مش ضابطة، لكن أنا بجيب من سوريا الأوركسترا. ما بتكسروني. يعني طلبوا غالي. ما حدا بيكسرني. يعني طلبوا غالي. مش بس هيك، وهني بدقوا كتير منيح. تعرف بسوريا إذا كل سنة عملوا له فحص معيد نفس التكنيك بيشيلوه. مش مثل عنا بيضلوا ينتخبوا واحد نفس المنصب ينتخبوا. عندهم إذا منه منيح روح على البيت، ما فينا لأنك صاحبي بس عم تنشز على الفيونوب خليك. ايه رجع بعدين بين انه السعوديه حابه تكرم الياس الرحباني بموسم الرياض. رجعوا رجع الجاليه بفرنسا حابه تكرم رحنا. فنحن اللي بيحب هلا اللي صار بتقول لي ليش بلبنان؟ ليش مش بلبنان؟ اللبنانيه بيشوفوني بيستوقفوني وين ما كان، ولو انه كل هالدول لهم حق يشوفوا نحن الياس بنحبه وليش ما بنقدر نعمل لبنان؟ رح اقول لك شو الفرق. بقول لك بدي اقول لك شغله بس قبل. الياس الرحباني هو الله يرحمه معبود اللبنانيين، يعني كانوا يشوفوه يحسوه خيّن وبيّن وفيقن، وكان هالقد هو حقيقي ورفقة مع الكل، مع الدكنجة والرئيس الجمهورية ومع الكل. مشان هيك في معزة خاصة، في حنين خاص للياس الرحباني. مزبوط. That's it. بس هاي العتب قدم سؤالك حب. سؤالك ليش ما عم نعمل هون؟ صح، لأنه في فرق بين لما حدا يجي يدعيك يدفع لك تكاليف الحفلة وبين انت هون بدك تجي تعمل انت تدفع تكاليف الحفلة. وتشز ما فينا نعملها. كلهم بيقولوا لي ليه؟ بقولوا طب يعني طب حدا يدفع تكاليف الحفلة؟ انا كغسان ما بدي ولا ليرة لإلي، لانه انا بعرف انه بلبنان لازم هاللبنانيين يرتاحوا يشوفوا شيء للياس الرحباني اللي عم بعمله هلا بالعالم. انا ما بدي شيء، انا ماني عايز مصاري، وحتى برا ماني عايز مصاري، بس بار ديفو برا بيقولوا لك قديش بتكلف الحفلة انت وغيرك، بس هون بلبنان انا مستعد بس تصير الحفله يدفعوا للموسيقية بس وللي بيغنوا. انا ما بدي شيء، حتى هو ما بيدفعوا لهم. بدي ارجع على الموضوع اللي هربت منه. شو هو؟ حطيت لك بوست سالتك مين عم بيجرب. لا ما هرب، بس احنا اخذنا الحديث. ايه ما انت فرجيتني صوره الاخوان رحباني وبيي. ايه بس انت عارف في كثير عم يجربوا. مين؟ في كتير، المجتمع كله، من العائله وبرات العائله، من حيث يدرون او من العائله وبرات العائله. رح اقول لك اللي بيعرف مشكلته مرتين، واللي ما بيعرف مشكلته مرة. مشكلهم يعني اللي بيعرف عنده مشكلة واللي ما بيعرف كمان عنده مشكلة. لكن هيدا اللي منهم عارفين من شو، أنا بعرف من شو. في سببين، في سبب إنه أنا بي كنت على طول قل له أنت ضعيف بتسويق نفسك، يعني أنت ما بهمك الكريدت، كان يقول لي أنا بهمني زدت بالسوق
ويكبر اسم لبنان. بهمني اطلع على اليونان اربح، بالمانيا اربح، ما بهمني، بهمني يربح لبنان. قلت له انا معك حق مية، انت مزبوط عم تقوله، بس اعطينا يعني شوي صغيره، خليني بس اشتغل لك على الكريدتس تبعولك. عشانك اخر 20 سنه انا وجاد اذا بدك كنا بمثابه مدراء اعماله بدون ما تكون معلنه مدرق. يعني مدراء اعماله كانه بالعمليه هيك. والسبب الثاني، والسبب الثاني في ناس بتخاف منه انه او ما بتحب تحكي عنه. بس مين الناس؟ يعني لك في ناس بيحبوا الياسر حبيني يكون بسيط تحكي عنه، بس اذا عمل شيء جدي بنفضل ما نحكي عنه. فيها الموجه كمان، فيها اليوم، فيها الفكره. غساها اليوم ناس بتفهم، شافوا صوره انت وزياد وانت وريما دائما بتحكي باسمها، وبيعرفوا كل الناس انه انت وزياد وريما او ورثه عاصي رفقه، ورثه منصور انت وياهم مش احباب، صح؟ ما جيت عم بقول لك بالاول، انا فيني اكون احباب مع اثنين ومش احباب مع اثنين حسب التعامل معك، حسب الدنيا اللي بيعطوني اياها. يعني انا ما بدي اكون مش احباب مع حدا، بس كل واحد بحل عني عم بقول لك يا من الاول بصير معه احباب. انا ما اشتغل بشيء. بعدين لك لك شغله، نحن الايجو بلبنان ضارب طنابه. لما واحد يجي يقول لك على القليله، خلينا نعمل سيناريو انا وياك، اذا واحد اجى لعندي قال لي يا خيي انا ما بعرف ألف، ما عندي شيء براسي، أو إذا مألف أنا تأليفاتي ما بيجيبوا عالم، بتخليني استعمل أغاني بيك؟ بقول له تكرم عينك، لأن ما عنده إيجو. بهيك بهالبساطة بتقول له تكرم عينك؟ إيه. تليفون واحد. أوف. واللي بيعمل أشياء لبيي ما بيحكيني بضلني ضلني حاربه. بلاش. هلا لنموت. بلاش. إيه. هل قد بلاش. كبيرة، إيه. شو فكرني أنا كلب مصاري؟ اسمعني، أنا عندي شرف، بحب الكرامة. إذا واحد قال لي مثل ما قلت لك يا أخي أنا ناس مفكريني هيك، بس أنا بيناتنا ما بقدر الا ما استعمل بيك تكون عندي سكسي. بقول له تكرم عينك، ملح بركات كان هيك. تليفون واحد اذا من قلبه واحد عم يحكي كان يقرب كل الاوانين، ما بقى بده شيء. يا ريت الورث تبعوله كمان هيك. ايه انا ما بعرفه، ما بعرف انه انا اصحابي. بعرف انت شو بتعرف، ما فيني ما بعرف في شيء. حدا بيقول لبنان ما بعرف، انا بقول ما بعرف. وانا بقول سوري، انا بعتذر، قليلين بيعتذروا، وانا بقول ما بعرف. لك شو هالشغله صارت بقى. كنت عم بقول لك كنت يعني مع حق ريما. لا كنت عم تقول له انه حيره فنان حسب الدنيا. ايه بس الايجو، كيف عن الايجو؟ نحن عنا الايجو تبعنا مش ضارب بالسما، ضارب فوق الكواكب والمجره. عم تحكي عن نفسك او عم لا تحكي. انا ما عندي ايجو. اوكي. انا عم بحكيك لما يكونوا هول كلهم بيعملوا حفلات، ان كانوا من العائله او ما بعرفهم. هالايجو لما يكون عندك ايه؟ طب انت بما انك انت شايف حالك يعني الله. انت تحت الله بشبر، ما بدنا نقول الله، تحت الله بشبر، ومنك قاري حدا وبتفهم اكثر واحد شو بتفهم بالطبخ وبالحياه وبالكواكب وبالمجرات وبالزراعه، طيب بالفن، وانت ربه طيب بما انك هالقد مهم، طيب كيف انت بتعوز بيي؟ بدك مش قاري لبيي، وما بتفرق معك اذا كان او مش ما كان، بس نحن بنعوز هالاغاني لانه بيدعموا لنا الحفله. طيب يا اخي يا تكون ما عندك ايجو تعا اطلبهم مني، ما عم بقول لك اوطى مني، تعا انا وياك ايجاليتي، اطلب منك صديق ندلنا. بس مش ما بتحكيني وشايف حالك قد الله طب جيب الناس على حينك، جيب الناس على اغانيك. ما انت بتكتب ذا جريت كومبوزر از غانا دو ا كونسرت، وفجاه تحت هالكومبوزر كله ما مخلى واحد مش عن اسامه، لا عن الكل. مش ميشيل وجي من شو بيشكوا؟ بيقولوا ذا جريت كومبوزر وكله مش لقلهم. يا خيي ما اللبنانيه بيحسوها مع ليه وبيشو بيقولوا لك بيضحكني. طب اذا ما دقوا لك هو كيف بده يوصل ارث بيك حبيبي؟ انتوا سكتوا وسدوا بوسكم وانا بوصل الارث. حبيبي انا عم بشتغل، انا اكتف، ما عم بحكي اذا بحق لي او بحق لي. انا انسان ليك انا موجود ولا مش موجود؟ انت موجود عم بعمل حفلات ولا طبعا. لكن عم بوصل الارث ولا ما بوصله؟ اكيد طبعا. لكن خليه ياكلوا هيديك شغله كلهم سوا. فمن هالمنطلق لما انت تكتب عندك ايجو ذا جريت او ذا كومبوزر ومنك عم بتدق ولا شغله لإلك، او اللي عم بتدق لإلك ناس بيغفوا وقتها هي الغنيه وبيوقعوا على وقت البيئة، لكن انت منك ذا جريت كومبوزر، انت ذا جريت ستيلر او ذا ثيف. وهيدي الشغله بلبنان ايه حرامي. وانا في واحد بعت له بفرجيك اياها، بعت له انه انت بعت له على الكومنت على الانستغرام كل الناس شفتها، بس ما استرجع جاوبني ولا جواب. ما استرجع او الايجو اللي عم تحكي عنه ما خليه يجاوبك؟ ايه سبب هو ما بيسترجع وبيعمل حاله عنده ايجو، بس من جوا بيعرف حاله انه واطي. بس بدي اقول لك ايه، كنت انه عن مش عن الايجو، يا الله لما نسترسل بنسى. ايه بما انه انتم هوايه، جيبوا جيبوا ناس على موسيقتكم، حط مين بده بيسترجع يحط غنيه او لحن لإله بدعايه؟ دائما بحطوا بنت الشلبيه، وهيدي بنت الشلبيه دخلك مين هي؟ فينا نعرف مين هي بنت الشلبيه؟ كلهم راكبينها لبنت الشلبيه، حلوه هي اصلا؟ تنعرف اذا خارج؟ خارج يركبوها.
انه شو بنت الشلبيه يا خيي، ما معقول كلهم بيلاقوا فتوى انه ليك خلينا نشوف بنت الشلبيه، لا ما حدا بيطالني فيها يا خيي، اعمل لي سهل ليالي، اعمل لي انت، اعمل لي انت دعايه على غنيتك وفرجيني مرجلتك يا قراب صاحب الايجو اللي راسك دقيق بالسما. شوف لي هيدا كثير انبسطت لما شفت كلمة هيدي اللي غلطت فيها، شلتوها الكلمة اللي طلبت فيها؟ يركب بنت الجنوب. لا يا حياة مرقت؟ ايه مرقت. اوكي انت ما سمعت؟ ما سمعت، لا ما بقدر اسمع هذا الصوت يعني اصلا. كثير انبسطت انا بس حضرت هيدا الكونسيرت، كثير انبسطت، قلت انا انه رجعت العلاقات بين غسان واسامة رجعت سارية يعني ومنيحة، انه اكيد اخذ الحقوق. ايه كفى اهضم زلمة بالعالم بحك عيني. ايه بعرف بعرف. كفي سؤالك تفرجيك انه غلط عم تقوله. مزبوط اخذ الحقوق، قال لك اوكي، قلت له اوكي فيك تغنيها، لانه هول الاغاني الياس الله يرحمه. لما تخلص انا هيك ما بدي احكي فوق حدا. خلصت؟ خلاص احكي بدك اياه. خلص خلص. انت انا بكره التوك شو لما يحكوا فوق بعض. ما رح نحكي فوق بعض، بدك نحكي توك شو 1 تو 1. خلص ما في ثلاثة. خلص تفضل. انت شو قلت اول شيء؟ رجعت الامور شو؟ لمجاريه. اصلا ما في امور ترجع لمجاريه، ما بدها هالقد. انا حكيتهم كلهم، مش بس هو، كل العائله. انه يا شباب اذا بتريدوا حقوق او مش حقوق، ما تدقوا لي يسرح بين، بغض النظر اذا بالقانون معهم حق او ما معهم حق. ذوق عم نحكي، اتكس اتكس. انه اذا انت لك حق اصلا بالقانون ما لهم حق. حتى مش بر... بدي احكي برات القانون. عندك يكون ذوق يعني، يكون مزوق وعم بطلب منك انا ديركت مش بواسطه مانجر، انه معك حق او ما معك حق بالقانون، بقدر احكي فيها قد ما بدك ساعه هيدي. بس انه عم بقول لك طب ذوق اذا بتريد بالذوق، ما انا عم بحكيك انت خيي بالذوق، بليز ما تدق هول الامور لانه انا عايزهم. بس الكا هون غير كا. الكا انه نحن عم نقول انه اذا بتريدوا حلوا عني، ما عندي مشكله مع حدا. طيب بس صار لي فترة، صار لي فترة بحس انه كأنه حلوا عني. طيب بس حكيته هذا الكلام، شو قال لك أسامة؟ قال لك بأمر عيونك؟ لا لا لا، ما حكيته أنا ديريكت. أنا حكيته ديريكت مع غير، مع غير ناس بالعائلة. أوكي. بس هو أكيد وصل لي، أنا بعت خبر. ما رح أقول كيف، بعت خبر للكل. إنه يوصلوا هالخبر للكل. وشغلة موثقة مكتوبة. وصل عن طريق المحامي. أنا طلبت، لا لا مش عن طريق المحامي. ما أنا ما بحكي مع المحامي بهالأمور. نحن المحامي طبعاً ما بيسترجي يفوت معنا بهالشغلة، لأنه هو بيقربنا. أوكي. بقى من هالمنطلق أنا بحكي، أنا ليك أنا ما بخاف واجه مع حدا، لأن ما عندي شيء أقوله، وأنا كتير صغيرة قضيتي. صغيرة صغيرة يخي، في ثلاث أغاني أو غنيتين لبي حلوا عنهم، بما أنه أنتوا الله حلوا عن، ما عندي شيء أقوله، أو إن كان أسامة أو مروان. يا أخي لحظة، أنا بقول لك أسميهم لأني ما عندي عقدة مع حدا، ماني متزعل مع حدا، بس أنت إذا بدك تسبب لي دق في، بدي أجاوبك. أنت الفرق بيي كان يخليني ما جاوب ولا طالب بحقوقي. وامي كان، وامي كان فاتح اللايبرري تبعوله، مين ما بده. امي هلا بعدها هيك، بس امي هلا مضايقه من هالشيء. بس انا بقول لها ماما اذا بتريدي، انا عم بس ما عم بفتري على حدا، بس عم بطلب منكم اذا بتريدوا حلوا عنا. بس ان كان بالقانون، عم برجع اقول لك ما تحكيني بالقانون او برات القانون، بالذوق حلوا عنا. طب عم تسمعوني خي؟ عم تسمعني؟ في شيء غلط عم بقوله؟ لا. انا ماني زعلان مع حدا. خلي كل الناس تحل عني، ان كان بالعائله او برات العائله، وانا بتلفنهم وبنتعشى سوا ونتغدى سوا. منا هون قضيه سياسيه، انه محور الممانعه او محور الامريكي. ما بدها هالقد. هيني هيني ما بدها هالقد. هيني هيني. شو رايك بأليسا وهبا كيف عم بغنوا؟ يعني حرام او شان اثنين ينجمعوا على فرد مسرح. ليه؟ في حدا ما عنده صوت، حدا عنده صوت. شو ليه؟ بعدين مش أليسا ما عندها بعدين صوت؟ بعدين عندها نوع من الوقاحة انها تغني لبي. مين؟ هبة أو أليسا؟ لا مين غنى لبي هلا؟ هلا أليسا. طيب في شو من نوع من الوقاحة. اوف كيف تغني هيك كله غلط؟ يا خي غلط كلمة معلي هلا. لا مش بالكلمة، حتى التامبر مش مزبوط، الصوت هذا مش صوت.
باحترامي انا كلهم بيقولوا لي انتوا بتغاروا منه، ما بغار من حدا، نجمة كبيرة انا غير مطرح، انا نجمة كبيرة طب انا احكي لك شغله وادد فاليو لاي شيء بتعمله يعني. هذا حسب ما منطلق انت من وين منطلق، انا بالنسبه لي كل هذا الفن ما انه ادد فاليو على شيء، انا شوي نازي بهالشغله، رايي شوي صعب منه ديمقراطي ابدا، بس فن اليست ديكتاتوري محترم وفن واصل لكل الوطن العربي، لك اذا واصل الناس بتحبه صح؟ طيب اذا واصل لكل الناس شيء، وانا رايي شيء، رايك شيء تمام اكيد، انا رايي وهذا كله ما بيعنيه الفن يعني بوضوح عم بقول لك اياها، ولا بعرف في فانز يمكن يسبوني ما فرقة معي وانا مش هلا جديد رايي فيهم من زمان، بس لك حبيت لك انك حابب صوت هبه يعني انه بالرغم من كل انا شي مره قلت عن اسمعني اذا بتريد اسمع بمنا وجر لما كان يسالني بيير رباط عن هبه شو كنت عن مين اهم اصوات بالشرق شو كنت تقول هبه طبعا شو خص خص انا عم بحكي يا اخي هن بالعائله ما بعرف اذا بيشوفوها كثير كبير القصه انا عم بحكيها كثير بسيطه وهن بيعرفوني انا بسيط من جوا ساعه البدي بكون بسيط وانا من جوا عن جد مسالم انا عم بقول لك حل عم بي ان كان بالقانون او بالذوق تخيفي اهي من هيك اهي شيء طيب طب بما انه انت كمان عندك ريبرتوار كثير مهم يعني اذا انت بتغني نسم علينا الهوى اخر ايام الصيفيه طب هو بكسروا الصاله طب شو بدكم فيه صح معك حق طيب غسان رح نروح بريك سريع بعد البريك نكمل انا وياك بنحكي بالفن عبر الـ LBCI متابعين حلقة اليوم مش مزبوط مش مزبوط شو بتبعين شيء مش مزبوط مش مزبوط بتعرف شو بنسميك؟ سوري صاحب رأي مش مزبوط في سميك صاحب لا مش مزبوط كمان مش مزبوط لا مش مزبوط ما بدك شيء مزبوط فيك 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 مزبوط مزبوط طيب غسان حكينا قبل شوي عن عم نحكي عن ست فيروز في شيء لازم اسألك اياه ما في ما اسألك ما بعرف اذا انت مخول ترد علي او لا مظبوط انه عرضوا عليها موسم الرياض انه تطلع تغني بالسعوديه والرقم البتلكي واعتذرت من موسم الرياض مظبوط ليه سؤال انا لا ليه اعتذرت ما بعرف بتقول لا ما بدي ما بتقول ليه مش لانه في دعوه مع وارث منصور الرحباني ممنوع تغني اغانيها لا 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 حرام لا لا خلص عمي منصور لا لا حرام اوكي لا ما نفترع على القصه هيك لا لا هي عندها راي تقول لا بعدين انه انا بعتقد غلطت وكنت طلعت انترميدير يا ريتني قلت لا للاول انا غلطت قلت لهم اوكي بحكيها يا ريتني ما قلت اوكي بس اوكي طيب سؤال بالفن صوت سيدة فيروز بعده صوت فيروز بعد ما فينا نسمعها اليوم اذا ما نروح نحضر لايف على المسرح او لا طيب بطل فيها تغني انا بسالك سؤال انت بتعرف اذا هالشيء هذا جواب انت بتعرفه شيء لا ما انا عم بسالك انت بتقربه لو بعرف ما بسألك اذا اعتبر انا بقربها ومسافر قاعد بامريكا يعني انت معقول تعرف اكثر مني لا لو انت مسافر قاعد بامريكا ما بسألك بجي يكفي لك كيف بتصير انا وياك هذا القصه اوكي اذا انت بتعرف هذا الجواب بتكون بدك تكون عم تسمعها اكيد ما هيك؟ اكيد ام اسيومينج طيب اذا انا بدي اعرف هذا الجواب بدي اكون عم بسمعها 100% طيب اذا انا ما سمعتها وانت ما سمعتها كيف بدي اعرف جوابك عندك؟ ما سالت ريما ما سالت زياد خي لو سالتها اذا هي يعني هلا فيني يقولوا لي مبلا ريما ما عم تسمع ما عم تقول جاهز فيني يقولوا لي بدهم اياه هني جواب بس انا اذا ما سمعت كيف بدي اجاوبك كون اكيرت معك انا بتعرف ما بغشك طيب سؤال بغش ممكن بعد نحضر ست فيروز لايف ما بعرف هذا قرار بيرجع لها اوكي بيرجع لريما وبيرجع لها واللي بيقول لك دائما انه ريما هي ما بتخليها تقرر مزبوط هي مبسوطه انه ريما بالعكس اذا ما حدا مسؤول عنها لفيلم مين بده يكون؟ صح مين بده يكون؟ بالعكس فيروز وريما واحد بالرأي ومتمسكين مزبوط وأنا بعرف أنا بقعد معهم بالبيت كل أسبوع أسبوعين ما حدا يفنس فيروز مبسوطة بتكون بالقعدة وأمي بتكون معها وقيت وأنا وريما روعة طيب سؤال أخير عن ست فيروز هل بحق للفنانين اللبنانيين انسى الياس الرحباني والعرب يغنوا أغاني ست فيروز بحفلاتهم وبرامجهم بدون ما يرجعوا لولا حدا أو لا لازم لا. يرجعوا في مرجع أكيد في مرجع مش هلا برنامج على التلفزيون عم بيعملوا يغنوا حيل اغنية لفيروز بيدقوا لريما ترد عليهم بيقولوا لي نحن بدنا نغني ما رح نغني لا هلا في ساسا اذا دفع بيقولوا لك للساسام بصيروا يقدروا يدقوا اوكي بس المشكلة وين؟ انه يصير لازم مع العمر يكون في مرور بصير في اجتهاد بالقوانين اجتهاد يعني تغيير للقوانين مثل ما عملوا الجمهورية الثالثة طائف غيروا لازم يكون في
جمهورية تانية أو تلت بالسسام لأن السسام وكرت ببير ومغارت علي بابا وكلها سرقة سرقة لا مثل الوزارات مثل الوزارات شو عم تحكي والسسام السرقة أهين لأنه ما فيك تقفر وين السرقة لأنه كله فن مبهم ما بنشاف النوطيط والحين بينما بالوزارة المالية إذا سرقوا مبلغ بينقص شيء بس بالفن أهين تسرق هاي بيزعلوا منك بطلوا يعطوك مستحقاتك أي مستحقات؟ ياسر حبان عنده 300 ألف لحن إيه ليش عم يجي مستحقات مثل ما لازم قد ما حرامية؟ لا ولو شو عم بقى عم بعمل لك سكوب أنا يعني ليك أنا بدي لك شيء أنا إذا بعمل حفلة بنزل البوست هلأ بعد خمس دقايق ما تهاجم بدي أقل من ساسام بقل لي مين؟ ساسام يعني المحامي تبع ساسام ماتر هاشم بوجود مسعد الهاشم بدي أقل بقل لي رضوف لازم تمروا على ساسام تسكر يعني عم بيطلعوا مصاري المزبوطين للفنانين هن لا عن جد ما عم بيطلع مصاري من ياسر حباني هلا من اخر فتره ما بقى هالجيبه اللي بيجيب مصاري ما بقى عم بيجيب هلا ضايع الطاسه ما بيجي بس من اخر عم تبر من سنتين وبالرايح المصاري اللي بتنلم فيها تعملوا ملياردير للمسؤول واللي بتتعطى لك ولالك كفنان ما بتعمل منه شيء عشان هيك عم بقول لك بده يكون في اجتهاد وبده يكون في ناس اوادم بعدين بقول لك شغله يعني نحن بالسسام لبنان صار الرئيس بيجدد لحاله مره اثنين ثلاثه صار مثل مجلس نواب بدون ما يرجع لنا ليه؟ فيك تسالني ليه؟ فيك تعرف تقول لي ليه؟ ما بعرف انه بجد بعرف انه في انتخابات كل ثلاث سنين لا عم نحكي عن سسام قال سسام ليبون رئيس السسام كل ثلاث سنين عم بجدد صاروا ثلاث مرات وانا ماني عارف كيف انتخب كيف؟ في 600 700 واحد مش عارفين دائما بينتخب بحكومه مصغره بيجي بقول لهم انت ليه ما قلتوا لنا بيقولوا لنا انت ما عارف ما عارفينك بدك تجي بقول لهم سالتوني اذا بدي اجي قلت لكم لا بيقولوا لي ايه بس هيدا نحل من زمان المجلس لجنه هيدي شو اسمها نقابه المؤلفين ملحنين المؤلفين انحلت من زمان وصار في فيش اسمه مجلس مؤلفين وملحنين جديد انت فايت فيه بقول لحظه انتوا عم تعملوا مثل لما الدوله تقطع لي خط التليفون قبل ما تقول لي اذا بدي ادفع خي قلتوا لي فوت فيه للمجلس لانتخب وقلت لكم لا هي بالسسام ايه والسسام عم اقول لك اذا ليسرح بيني لازم يجي 100,000 دولار مثلا بالسنه عم بيجي منه من الجمل اذنه بس يمكن انت ما اجوا مثل اجري يمكن انت ما عم طالع بحقوقك وما عم لا ما بدها تطلع حقوقك هيدي الشغله بتجي اوتوماتيك في ماتريكس بيجي وين اللاعب تدق للياس بالعالم كله رحباني او لغيره تك 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 بيجي منه بس هودا لا يعني اذا اجى مبلغ مليون دولار عم ينسرق منه 800,000 دولار يا لطيف مشان هيك مليارو كل المسؤولين اوف مشان هيك بتلاقيه بسنانه متمسك يكون رئيس ما بيترك لانه في مصاري من وراها اللي بيترك حقه بينام انا من زمان طلب مني يكون رئيس ما قبلت بين إيه؟ طلب منه لا ما ليش ليت انا اكون موظف ومالين كنت عملت هلا قصرين بركي كنت عملت بركي كنت بشتري جزيره طيب غسان بدي ارجع بس بشكل سريع لست فيروز بحق لها ريما الرحباني تعطي رايها او تزعل من مايا دياب واليسا اللي عم بغنوا اغاني فيروز او لا لازم تقول لها طنشي عن الموضوع وخلص عفى الله عما مضى يعني ما خص اذا مضى او مضى في قانون في يعني في يقولوا في شيء في فيروز هي ما عم تحكي من ست فيروز هي لكل لبنان إيه بس ما عم تحكي لانه هي حابه تحكي في شيء بالحياه خلقوه في هذا السسام مش شركه لبنانيه فرنسويه هذا القانون اللي حطوها مثلا باوروبا كثير حلو قبل ما بدك تعمل حفله ان كنت لبناني او شو ما كان بيروح قبل بشهر بيقولوا لك شو الريبرتوار تبعك بيروح على السسام بيقولوا هذا الريبرتوار بدك تدفع عليه هالقد للصاله اللي بدها تعمل الحفله كمان الصاله اذا مثلا بالاولمبيا عامل حفله بيروح على الاولمبيا بيقولوا لها بدك تدفعي وبده الفنان يعني حاسب او انت بدك تدفعي عنه الصفله انت كيف عامل الاجريمنت انت وياه بس في حدا بده يدفع بيدفعوا منيح نسبيا من الحفله نسبه من حق الحفله طبعا مدروسه برا بس بلبنان ما في شيء منه بلا شوفي بيدفعوا انا بدفع 3.5% لسسام ما عم تفهم ما في شيء منه شو انت ما بيعرف لمين رايح الاغاني كيف لوين رايحين المصريات ما بنعرف اوكي ثانك يو طيب هلا موضوع ريما ارجع عليه ما بهرب منه موضوع ريما بتقلك انه لما بده حدا يرجع يغني لي او بفوت على استوديو هون الجرم لما انت تغني بالحفله نحن بعد من غض نظر بس انت لما تفوت على استوديو وترجع تدق وتوزع عن جديد بدون ما تسال صاحب العلاقه ايه هذا جرم فهمت عليك مايا غلطت لما اكيد غلطت معنا كلنا كمان معك
مش هاي الحفلة اللي عملتها بالأسود والأبيض بالتلفزيون كانت كلها مسجلة هيدي بستوديو مسجلة مش مزبوطة كانت الحفلة وأنا كانت فايد بدعوة كبيرة بس طلب مني كتير إنه بقى عليها كرمالنا وكرمالنا وكرمالنا مسجلة بس مسجلة لضمان الصوت لا مالك حق لضمان الصوت مش ما تسجلت كمان ينزل ألبوم يعني على السوق مثل ما كل الفنانين بيعملوا يعني مش إنه شيء جديد يعني اخترعته ما في كرمال حالة تلفزيونية ما فيش انه تسجل كرمال انت بلشت النقطة جملتك صارت غلط من لما قلت تسجلت باستوديو هون خلص هون الجرم لا بس ليه تسجلت باستوديو ما فرقة معي لحد تطلع على التلفزيون يعني بأبها هي معناتها انا بحب ابني ينجح بس لانه هو حمار بس لانه ابني ما عليه نجحه لا يا شاطر بينجح حبيبي يا مش شاطر بينجح ما في نقول لانه هالمرة رح نجحه لانه بيقربني لما تقلي تسجلت باستوديو وقع الجرم لانه هودا كلهم انت اجتهادات بتحب تقولهم انت بتحب قد ما بدك بس تعرف شو عم بكتشف بس مش مظبوطين عم بكتشف غسان رحباني ملاك نازل من السما ساكت عن حقه بالاساسام بوقف دعاوى على فنانين ما بلاحق حدا بس مجرد ما تدقوا لي وخذوا اعملوا انتم اللي بدكم اياه بقرص الياس رحباني ما عندي مشكله طب شو هودا انه اذا انا فيهم يعني مش عاجبينك شو بعمل لك؟ لا مش عاجبينك عم بقولهم حاسك ملاك شو عم بقول عم بعطيك طب انا ايه ملاك؟ عم شو قلنا انا فيني اكون ملاك وفيني اكون شيطان بس مش ملاك كل الوقت مش دائما انا دائما بقولها بلبنان عندنا سويتش بفتح معك فيني سويتش الملاك انا بسميه سويتش النعجه وسويتش سويتش القرش فيك تسميه ملاك وفيك تسميه شيطان اليوم ماي دياب شو بتقول لها؟ ما بقول شيء ما بقول شيء هي مره قالت انه انا ما بجيب سيرتي ما بجيب سيرته بجيب سيرتها ساعه اللي بدي انا شو في بس انا مش انه بخاف تجيب سيرتها خي اللي بينتقد السوريين لما كانوا هون بيخاف من فنان عم تحكي انت لا عيب شوي فكروا شوي ولو يعني هيدي بقى بقى تبع الحياه بس ما هي لازم يكون في حنين بينك وبينه قبل خلينا نخلص عشرة لحظه الناس ما اجينا جواب ما اجينا جواب للناس ما حدا له حق يسجل باستوديو ان كان لصوت الحلو او ما هي عليه عاد يقولوا كانوا على حالهم ما بينجزوا صوتهم حلو لشو عايزين يفوتوا على الاستوديو اذا نقويه وعم بقول لك الايجو ضارب للسما عم بقول لك اذا لو هي مثلا هي او غيرها بالتلف بتقول غسان كيفك انا ما برد برد طيب اذا انا برد واذا قال غسان كيفك بدي غني غني بياك باستوديو ايه بكسر لانه بس لما يكون عندهم ايجو ما بتواطى وانت انا ما بتواطى بس عايزه يعني انا ما بتواطى عليك بس عايزك لا ما راح يمشي الحال بس هالمره مش الحال لانه دخلوا ناس كثير حبايب بيناتنا طيب. بس انت عم تقلي شو تاني عم تحكي ذكرى لا عم بحكي انه مايا تحديدا انه لازم يكون في حنين للعشره ولل ايه كفي حنين ايه ليه سكرت عيونك شو بالك لا انت عم بعمل مثلك لا ما فيك تعمل مثلي لا لا فعلا عم تنمر علي انتبه ها ايه تنمر صغار يعني لا انا عم انت هيدي لا لا فعلا لازم يكون في حنين انه في عشره عمر وفي نجاحات سوا وفي رفقه هي ودليدا يعني كل ال شو عملت كفي سؤالك بفع وشو حبوز كسي سؤالك كفي بجح يا خي خلص ما كله هو الأدجتيف ما خليت شو قول ايه مش لازم انه تهتم فيها أكثر وتعطيها ال طب خي طب ليه ما بتسألها إلا بسألك لإلك ما الحياة هي الحياة كانت ماشية بس ما بعرف هي اذا انا بتلفلنا اول مره ثاني مره وهي بتلفلنا مرتي اول مره ثاني مره بصير عندها مدير اعمال يرد علينا وما بدها تحكي معنا شو بضلني انا مش عايز انا انزل لتحت ما هيك بدك تبلش القصه بتبلش تبي يعني الحرب اللبنانيه بلشت بوسط عن الرمانه لك وين صارت لليوم هي بتكون شغله بايخه بالاول انه واحد بفكر حاله صار انه الله ما بده طب خلص الله خليك الله شو فارقه معي انا طب انت مش هيك بتشوف انه هلا انه الحنين اذا في حنين ايه في حنين بس اذا هداك الثاني ما عنده حنين ما انا بقطش الحنين فهمت عليك شو عم بتضحك قد ما انت لكن دعوه لمايا لو سمحت رجع العلاقات لا ما بدي ادعي حدا ماني مضطر انا عم بدعي بس بتدعي لإلك ما تدعي عني لا انا علاقت فيها كثير منيحه ايه خلص ما تدعي شيء لك ما بدعي دعوه لمايا ما في دعوه ما في شيء يعني اذا بدك يعني اسمع جوابي وما ما ترتجل بعد طيب كلكم رحابني يعني تحديدا رح أضرك فيديو أول شيء وبنرجع برجع بسألك شو بدك أنا جاي على برنامجك فيديو
هيدا الفيديو من حفل مادونا العالمية ب 26/3 الماضي، يعني هلا من كم شهر. ما شفت ولا حدا من الرحاب طلع قال ولا كومنت عن ولا شيء عم بيصير. طب انا اذا ما حدا سالني شو بتطلع تعالوا مرحبا لحالك لحالك مؤتمر صحفي. انسى انا كلبنان حسيت حالي معنى انه ليش حاطين غني فيروز واليوم علق على خشبه، يعني مسيحيا دقات وفنيا دقات بساحه نار وما بعرف شو عم بيعمل ساتانيك ما بعرف شو عم بيعمل. ليك اقول لك شغله، هيدي صار الحادثة من 20 سنة. عشان هيك حكينا بوقتها. وقتها ريما رفعت دعوة على مش جديدة هي. عشان هيك إنه إذا ريما هي حكيت بالموضوع. طب أنا شو بدي أجي أعمل؟ بتعرف تذكرني مثل شو هيدي؟ مثل رياض سلامة لما صارت أزمة المالية يلي كان صغير بسنة الـ 84 على عهد رئيس أمين جميل صار البوكس أقوى من هيدا، بس أنا كنت وعيله كنت شوي كبير. صار بوكس مثله. طب لما أنت يجيك أول بوكس بالـ 84 والعالم كان صار لها ثلاث أرباعها بالقلب بلبنان. طب بلش يطلع شوي 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 صار 1000 و1000 ومدري شو الليره. طب هيدي مثلها، هي ثاني دو بوكس مش الاول هذا. شايف ما تفاجأت انا. صارت بايخه انه اوكي اول مره حكينا. طب اذا مادونا معندي بعدين مادونا شيطانيه على الاخر. ساتانيك معك حق. ساتانيك يعني ساتانيك بالمستقبل بكره ساتانيك ليش ساتانيك بالمستقبل؟ لأن ما راح تقل هيدا الشياطين هلا على الارض. في شيء بالالوميناتي بالجو هلا من بعد ما عملوا الكورونا شافوا انه ما مات ناس قد ما بدهم. ما بتلاحظ انه بلش الترانسجندر وهودي انا خسي وانا بسيني كتروا من بعد الكورونا؟ ليه؟ لانه ما شافوا انه مات بالكره الارضيه ناس قد ما بدهم. صاروا يضحكوا علي انه انت عندك كونسبيرتي ثيوري على الطعم وانا ما طعمت فاكسان وما عملته. كنت راس حربة انه ما عمله وما عملته. وثلاث ارباع اللي عملوا بيقولوا نيانك معك حق ما كان لازم نعمله. عم ننسى صرنا ومدري شو. طيب لكن هيدي الموجه تبع الترانسجندر وانه انا شتلي وانا مدري شو اجت من بعد الكورونا لحتى المرأة تصير تحب المرأة زيادة والرجال يحب الرجال زيادة. بهالطريقة كمان فيك تخفف الخليقة حبيب. بس مين اللي عم ياكل الضرب بالترجمة تبعها على الأرض؟ اللي عم ياكل الضرب هن اللي عملوها الأوروبية والأمريكان. لأن نحن هون والعرب ما حدا قريهم بدنا نضلنا الرجال مع المرأة ورح يضلوا يجيبوا أولاد أكثر من اللزوم. اللي عم ياكلوا الضرب هن اللي اخترعوها. فهمت عليك. باك درافت عملت ريكوشي وهيدا الشيء ما هيدا الشيء اخر الدنيا. هذا الشيء خلص الدنيا. يعني انا بعلق او ما بعلق بس انا رايي معروف. لا لا قصدي انا مش انسى فيروز. وقحه مادونا وقحه. يعني وقحه ومش قري حدا. انت عندك خبر كمان صار معنا خبريه هلا لإلي انا مع بيي. انت كل الناس بتحضر نتفليكس بطلب منكم وانت حضار جريزيلدا. هلا سيريس جريزيلدا هاي المره اللي بتهرب من بانا مع ميامي كوكايين. هي ترو ستوري موجوده. جريزيلدا اولادها رافعين دعوه على نتفليكس انه لانه قال بنتفليكس بالقصه مش حكين عن اولاده انه هو الولد مش حكين عنه ابنه مثل ما هو لازم مزبوط. وباول ابيزود باول سيري بالسيريس تبع باول سيزن باول ابيزود بعد 15 دقيقه من ما يبلش عير فوت جريزيلدا ابيزود 1 15 دقيقه بعد 15 مس لاعبين ليزا لبيي اربع دقائق كلها مش قايلين لنا مثل هيك ما لحقتوا بس مش هالقد اربع دقائق يعني حمد. ليزا شور اي لاف يو ليزا ديسكو اللي عملها بيي سنه 78 حاطينا بفيلم لنتفليكس كان الثامن هلا الرانكينج تبعه صار الثاني وترجمت ترجم السيري لعشر لغات. بتعرف شو الجرم اللي عاملينه هلا هول؟ هول مثل عم تحكي عنه هلا اللي فاتوا سجلوا باستوديو كرمال الاصوات. هيدا نفس الشيء الجرم هيدا مثله. لحقتهم او لا؟ بلا عم لحقهم عم لحقهم. بعد الفاصل 15 سؤال لغسان الحبيني. بدي اقول لك يا بجدتك على الهواء برجع بجيبها عبر ال في سي اي تابعين حلقه اليوم مع المشاغب غسان رحباني كابب الاوراق على الارض كبهم خلص ما عصب بال 15 سؤال رح اطرحهم عليك بنجاوب عليهم بشكل سريع اكيد كل خمس اسئله بعنوان واحد. واو خفت؟ عم ترجف؟ صارت ما صارت بس بصراحه بدنا نحكي شو؟ بصراحه بدنا نحكي أنا فيني كذب عليك حر. لا ما فيك كذب، بعرفك ما بتكذب. خمس أسئلة صارت ما صارت. تفضل. السؤال الأول غسان رحباني حبيت من طرف واحد. صارت أو ما صارت؟ ما فهمت السؤال. حب إيه؟ عم تحكي عن السياسة ولا لا 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 سياسة ولا شيء، عم عنك عن غسان.
ما فهمت اذا علاقه مره اخوه صداقه طرف واحد سياسة. اخوه سياسه حبيت من طرف واحد امراه عم تحكي جنس لطيف يعني ايه 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 انا حبيت من طرف واحد ايه لا بنحب بعضنا اثنين اذا واحد حب من طرف واحد ما في يظهر معه ولا مره حبيت من طرف واحد يعني حبيت وحده واخذت هيدي الفام فتال تبع وهي ما استجابت ايه لا كله بيستجيب مش جايبة مع لسانك لما يكون مبرد بتجيب منه بدك 24 يعني لا انه عندك ذكاء بتعرف تحكي ايه طيب تاني بتحكي بالمطلق انت ايه ايه بالمطلق بالمطلق شو عم بحكي لك يعني فكرت انه هلا تقولي دليدا لا مش اليوم لا ايه بالمطلق لا حتى دليدا وحدة من اون جنرال اشتغل المبرد تبعي شو عم بحكي انا مع دليدا اون جنرال تظبطت تاني سؤال صارت او ما صارت ندمت على اغنية اصدرتها بصوتك لا ولا مرة؟ ولا مرة يا ريتني ما نزلتها؟ لا لا عادي أنا بعمل فشخيتي على مهلي بالفن ثالث سؤال صارت ما صارت رفضت التلحين لفنان أو فنانة؟ لا اللي بدي أرفضهم أصلا ما عم يسترجوا يجوا هن عارفين حالهم يعني رفضت التلحين لفنان أو فنانة أو لا؟ لا لأن اللي بدي أرفضهم قلت لك ما بيسترجوا يجوا وإذا استرجوا؟ بحط شرطي أنا شو يعني بدي يغنوا مثل ما أنا بدي مش مثل ما لونهم هن أوكي سؤال صارت او ما صارت ضربت شخص كم شخص بالمدرسه لا لا برات ما شو بالمدرسه بالجاردوري ضرب يعني بالمهنه عم بحكي انا اخذت عم تحكي ضرب فيزيك ما ولا ضرب معنوي ما فهمت لا معنى ولا فيزيك ما عم بحكي فيزيك ما بقول لك ليه بي معلمنا انه ما بحياتك تتخانق مع حدا بالاستوديو ولا تعيط على الموسيقيه ولا تحكي مع حدا نحن كل شغلنا في محبه في حب مع الموسيقيه خصوصا انا عندك سلاح هسا مين ما عنده سلاح بهذا السؤال؟ حاطه باستوديو بجرور عادي؟ لا لا ببيتي باستوديو لشو؟ مش بالاستوديو باستوديو فين بلا في مارودة بس قد ما انا مش مستعملينها انا وجاد نسيناها حطيت صورة على انستغرام انت في فنان عم بغني وموزع قاعد فاتح جرور وفي فرد بال صح؟ حلوة مين مين قوس؟ شو انبسطت؟ لا انه انا اوقات قد ما بيكون مهندس الصوت او عم بي عم بيسجل لواحد قد ما انه عم بينشز زحمار اوقات بيطلع بالك يا ريت معي فرد قتله هي او قتل حالي هي بتضحك ايه واحدة من اثنين بتعرف مين بعت لي هيدي؟ مين؟ خيي جاد قد ما بيسجل طالع سجل لحدا طالع دينه طالع دينه بس دير علي انا اللي بحكي يلا اخر سؤال صارت او ما صارت تعرضت للنصب والاحتيال من متعهد او جهه معينه لا ما بيقدروا يعملوا معي ليه؟ لانه كونتراتات مبكله ما خلص بلا ما الناصب اسمه نصب ما بيقدر ينصب معي ولا صار طب ليك سؤال اذا ما صارت معي بقول لك مبلا لا 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 بس قصدي ما بيقدر يصير معي بيقدر ما بيقدر لا ما صارت ما بيقدر لا حسب الكونترا تبعي ايه هيدي اللي لا امين امين هيدي لا يعني راح لك شغله حتى في فتره عم بحكيك من شيء 20 سنه كنت قاعد انا والسيده فيروز وريما وفوزي مطران ببيت فيروز عم بيقولوا لي كان صار معهم هيك 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 صارت حفله واكلوا عليهم مصاري طلبت منه لفوزي قلت له اذا بتريد لها خذوا الكونترا تبع السموكاتس شوفوا كيف ما حدا بيقدر ينصب عليكم ولا شيء انا عامل واحد بتعرف شو عملته اعطوني المحامين اول شيء شو لازم يكون بعدين كل حفله انا صرت زيد عليه بند صرت زيد عليه صار مبكل مع كل بتعرف انه مصر عندها كونترا لحالها والعالم كله كونترا تاني لانه مصر بدك تنتبه اكثر حبوبين لدرجه بيفوتوا فيك بدون ما تعرف وين صرت ما بتحس بس حبوبين بيجننوا خمس اسئله جديد غسان هالمره بعنوان تاني بعملها او ما بعملها شو السؤال يلا السؤال الاول أوكي. بكتب وبلحن اغنيه لزعيم عربي ومين هو نحن يعني ربينا الوالد انه ما نكتب ولا مره كلمة اسم حدا بتغني لقضيه لبلد بس ما تكتب اسم حدا أنا ماشي على الطريق يعني مين ما طلب منك تعتذر تقول أنا ما بكتب لك لألك إذا أنت مثلا عم تحكي عن الكويت إيه؟ بحكي عن الكويت ما بحكي عن حاكم الكويت حاكم الكويت أوكي سؤال تاني بعملها أو ما بعملها بأسس فرقة غناء نسائية جديدة بال 2024 وردة مثل الفوركات وردة يعني بس جديدة وردة دايما بيسألوني هاي يعني. وردة بس أنا ممكن. بدك هيدي بدها أقول بدها مراء بدها مرة بدها مرة ومرة هلا مرة إذا بدنا يعني ليك انا بقول الاكاديمي والشغل الاكاديمي اللي عم انا مثقف انا ما ترجع مثقف هلا بعد شوي ايه لما تكون ايه جا الاكاديمي انه انا مثقف ايه لما تكون مثقف لما تكون عندك اكاديمي يا ربي وتفوت بهذا الدومين اللي فيه كثير اصاله بالغنى وبالموسيقى وبالالات ما بقى نقبل واحد الا ما يطلع بالليفل ويطلع ينجح ويصير اذا بدك تعمل فرقه
بده يكونوا اللي بيغنوا كتير منيح بيغنوا، مش بس شكل. انت بتعرف انه عندنا مش بس شكل بيكون، يعني هلا اذا بتكون الفرق الفرق بده يكون كل وحده اذا غنت سولو بتكون من اهم المغنيين، مش تكون قصابل ولا ما بقدر اعملها بقى. ما بقى اسمح لحالي بعد الاكاديمي الياسر حبيني يطلع فرقه بتغني وسط وتش صعب كتير. يعني فورد كاتس كانت تغني وسط اكيد، ونحن كنا ما حدا كان يقول لا، انا كانوا يقولوا لي انت هودي ما بيغني، قلت لهم مره دعينا انه هن مطربات، هن كورال بيغنوا جوست. طيب انت بتعرف انه اليوم الساحه الفنيه بحاجه ماسه لاصوات نسائيه؟ ايه. ما في عندنا مزبوط. سؤال ثالث، مسؤوليتك تفضل، عندك اكاديميه بعملها او ما بعملها؟ بشجع بنتي على الغناء؟ ايه بشجع، بس انا على طريقه الغناء تبعنا. شو تبعكم يعني؟ يعني انا كيف بشوف الغناء؟ فيروز يعني جديده؟ لا شو؟ ما بشوفه اصلا انا لاولادي، ما بشوفه حتى بالعربي. يعني انا بشجعها تكون انا دق آلي وفيها مثلا تعمل تنحس. بتتذكر هولي الاربع بنات كانوا يدقوا فيولون هيك لذيذين، او هذا الشليست هلا المعروف كثير بدق على البحر ويلبس لان ابيض وسكسي، وهذا عرفت اذا بدها تغني، او مثل هيدا شو اسمه اللي بدق فيولون اذا بدها تغني اليوم مثل لا لا خليني كفي لك، او اذا بدهم يغنوا بدهم يغنوا ستيل اللي انا بشوفه عالمي بالانجلش. شو هالفن المشروط يعني؟ انا بحط هاي بنتي بحط عليها شرط. بنتك بدها تغني مثل اليسا مثل هايفا مثل مايا بالفن ما في ديمقراطيه. يو ليه انت لك ديمقراطيه وهربت من البيت ورحت عملت اللي بدك اياه وهي بنتك ممنوع يعني؟ ليش شو؟ ليه انه انت فليت من بيتك وعملت وين فليت؟ لا ما شو بك؟ شو؟ هي بيت انت غنيت ستيل الوالد؟ لا انت اول ما بلشت غني هارد روك اول شيء بي ما بيغني. لا لا ستيل عم بحكي الميوزك تبعه. ما لازم تجي انت تبدا يعني اذا انت ما عندك بصمتك بالحياه شو لك معنى تجي تعمل مثل بيك؟ طيب بصمه بنتك يمكن تكون غير بصمتك. آه بس انا بدي انا لما احكيها على رواق فهمها انه ليك الفن هذا العهر كيفه كله بعدي لي عنه رح تقتلني لحالها مش رح اجبرها. رابع سؤال هيك بدك اياها من الاخر هي من الاخر هيك بدك اياها يعني؟ لا لا بس انه حتى افهم عليك. إيه لا 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 بدي بس لا 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 بدي بس شغله شو بدي؟ هذا مش عالمي، هذا عالمي وسخ. غلطه وندمت عليها. ايه هذا وسخ العالم كثير وسخ. اوسخ من فن؟ انه لا بس من فن تعودت له تعودت على الفن. فجأت هونيك فجأت هونيك. اخر سؤال، الاعتزال بعملها او ما بعملها؟ لك الاعتزال حلو لما واحد بيغني بيغني كتير منيح وبعده بيغني بصير شهنق اخر شيء. إيه لازم يعرف امتين يعتزل، او اللي بيحبوه يقولوا له حتى اخبرني حبيبي روح خلص روح روح. بس اللي بيالف اذا بعده عقله براسه ما له عمر. مين من الفنانين اللبنانيين بنقول له طلع لازم تعتزل؟ انا ماني بدي جبوله ماني بوارد ماني بوارد اجي يعني. انا مين انا لاجي اقول له واحد اعتزل؟ غيره غيره السؤال خلص خلص. مين انا ساعد بده بيعمل حاله مثقف بيلعب شعره مثقف وساعد اللي بده بيعمل حاله اكاديمي بس عم فكر مين انا؟ عم فكر ما في حدا كلهم صغار، المؤلف شيء والمغنى شيء. عمين راضي اليوم بالوسط الفني؟ مين بيعجبك؟ اصحابي ما عندي ماخذ على حدا خلص لانه اتس تو ليت بقى تقول لهم ظبطوا قد ما لا لا ما تظبطوا مين ما عم بقول ظبطوا قد ما نزلوا بالوادي خلص لا لا مين لمين بتقول انه خلص دق جولات شوت ليبر لا لا حلو اللي عم تقدمه برافو خليك عم ماشي هيك بهيدا سعد المجرد سعد المجرد شابو باللبنانيين لحظه لحظه ما اللبنانيه بعيد كثير عنه لحظه سعد المجرد ايه ليتلي انا سمعته وشو هيدا شفته وسمعته وتشوفه يا زلمه هيدا زلمه بتعرفوا برنس اللي مات هيدا مستوى برنس ومايكل جاكسون على الاقل شوي بطريقه تحركاته كيف بيطلع بالتبه الفن اللي عم بيعمله سعد كثير خطر يا بتقرق عليه يا بينجم زلمه كثير قوي وشابوه برافو. اخر خمس اسئله بالفن اللبناني ما في حدا ايه وائل كفوري حدا بلا بلا كلهم بس غير المستوى غير جو هودي مطربين اصيلين هيدا بيقولوا له هيدا شومان هيدا شومان ارتست. طيب غسان اخر خمس اسئله بعنوان الياسر الرحباني اوكي؟ السؤال الأول صوت بحب يغني أغنياته الياسر حباني رجل ومرأة مين؟ في كثير أصوات حلوة بدي صوت الياسر حباني بحب يغني له أغنياته. دخلك في واحد اسمه شهد برمدة وين صارت؟ شهد برمدة حلو صوت سوري رهيب عم جرب تعمل شيء ما عم تزبط ما توفقت شاب في حتى بالنسوان انا ما مرقت انت خلص الجواب ما خلص انا عندي بعد كثير لا انا اخذت لانه بدي صوت في غيره مين في غيره لا بلا خلينا أوكي. خلينا ما في غيره اذا خلينا على جوزيف اذا جوزيف شاب
في معين، في ملحم، في سعد، بس اقل يعني غير نوع بغني سعد المجرد، بس غير لا الشباب هول قوية، وائل، وفي كلهم في اصحاب كثير عندي قوية، مش اصحاب لانه قوية، لانه اصوات حلوة طبعا. سؤال ثاني، صوت قدم اعمال ياسر حباني باجمل صوره. طيب طيب سوري، انا مرق علي غسان صليبه بالاول باردفو طبعا، غسان صليبه كيف ما تزته بيجي استاذ. صوت قدم اعماله باجمل صوره، غسان صليبه واحد منهم، بس كارل صقر كثير مهم بال شو قدمت للياس، شو ما عدت لك هون، وديع الصافي وماجد الرومي ونصري كلهم، هلا انت بتفضله كلهم هودي لذيذين ما بقدر. طيب عم تحكي عن انت عن فخر لبنان. شو ثالث سؤال، صوت ما كان لازم يغني كلماته والحانه بالنسبه لك؟ ما في كثير، ما في، ما بعرف، ما بتعرف، خليني اهرب من الجواب اللي بدي اهرب، ماني خبيث بهرب من الجواب. اوكي اوكي، رابع سؤال. نصيحه ما بتنساها منه لبيي؟ ايه في كثير قصص، نصيحه واحده ما كنت انتبه لهم قبل، كل يوم بخبروا اياهم لجاد لخيي. شغله، شو اخر شيء قلته لجاد؟ شو قايل لك؟ في نصايح ما بينقالوا، رح جرب لقي النصيحة بتنقال. كان يقول لي شغلة بقولها دايما، بيقول لي ليك يا ابني إذا بدك تعمل مصاري وتعيش بدك تقوم بكير. ضليتني أنا صارع القدر، إن كان بالفوركاتس أو غني مع غسان كلهم عشية، وحتى بكونترال فوركاتس كنت حاطط بند من المتفق عليه بعد حافظه ما بين فيما بين الفريقين، ان السفر نحو البلد المقصود يكون بعد الظهر. يقولوا لي اوقات ما في ايرلاينز، انه خلقوها كوريسبوندانس، بس انا على بكره ما بوعى، ما بتروح حتى بالاكاديمي اي ساعه الشغل بعد الظهر. ف فهمت عليك. اخر سؤال، كلمه بتوجه له اياها اليوم؟ ما في شيء وجهه اليوم، دائما بوجه له 100 كلمة كل يوم كل الوقت. بتقول له اليوم لبنان كنت خيفان عليه صار أسوأ بكثير أو لا؟ لا 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 بتقول له؟ نحن أنا عقلي لما أفكر ببي أعلى كثير من لبنان ومشاكل لبنان وتقل الدم لبنان. شو بتقول له؟ بحكي بغير مستوى، بفكر إنه طيب خيي بعرف إن طلباتي بلا طعم يعني، بس طيب اثبت لي إنه في حياة بعد الموت. أوكي. إذا عم تحكي مع يسوع وكده اعمل لي واسطه معه، اعمل له واسطه، اعمل له واسطه مع بيي انه خلوه يحكيني، خلوه يقول لي شيء، مع انه هذا طلبي ما راح يصير، بس انا هيدا بيهمني. بس انا دائما بقعد مع رجال دين يلي هن بيسترجوا يكونوا ريباليون، يعني ثوار على الانجيل، ثوار على الكلام الناجح، يعني مش ثوار، بيسترجوا يشكوا لانه بدي انا بدي يعني عمي عاصي كان يحكي ميتافيزيك كمان، هذا الجواب ما راح نقدر نعرفه. هذا الجواب بيقولوا لحتى هذا الجواب الساذج بالنسبه لك، اي ساذج في العالم صار خي، حسب اذا بتنطلق من ديانتك فيه. انت من اتباع الميتافيزيكس يعني؟ منا كثير متدين. بلا متدين؟ بشو بتآمن؟ يسوع. بتآمن بالروايه الدينيه كلها؟ اكيد بنؤمن بيسوع. بتآمن بالروايه الدينيه؟ لك الدين منه روايه، ما تفخ يعني ما رايحين بعد الموت وكيف جينا ومن وين جينا وشو وجبتنا. عم بقول لك اذا بدي اقرا الانجيل بحذافيره بيقول له فيليبوس صلنا معك هالفتره ارنا الله وحسبنا، قال له صلي معكم هالفتره يا فيليبوس وبعد ما عرفت من رآني رأى الاب. نحن ما عندنا كلمه الله، مبروك. كلمه الله ما لازم كثير نقولها نحن، كلمه الرب الاله والاب وابن الانسان. لا بيسمي حاله ابن الانسان، بتعرف ليه؟ لانه هو بده يفرجي انه انا بدي اعلي مرتبه الانسان الى الاله، مش هيك سمى حاله ابن الانسان. غسان الرحباني، الحلقه معك ممتعه جدا 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 ان شاء الله. بشكرك على حضورك اليوم، وخليني اقول نوه بشغله، اول مقابله عملتها انا بحياتي كلها كانت مع ياسر الرحباني، ضفنا عنده بالاستوديو بالنقاش، كنت طالع عم برجف، فكتير بنبسط بشوفها، كتير بنبسط لما نعمل حوار، ولابد نسأل عن ياسر الرحباني. شكر كتير كبير لك، بيتك لـ LBCI دايما، أهلا وسهلا فيك.